السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. النهاردة معادنا مع أول محاضرة في شرح كورس سي سي إن بي سويتشنج. سويتشنج كتراك في ال ان بي، تراك سهل جدا بالمقارنة بالسي سي إن بي راوت. طبعا الكود نمبر بتاع الامتحان هو 300 115. ده الكود نمبر بتاع امتحان السويتشنج. فاحنا طبعا الكورس ده هيتضمن شرح الاوبجكتيف، كافه الاوبجكتيفز بتاعت الامتحان بتاع سي سي ان بي سويتش اللي هو ال 300 115. فنبدا بسم الله الرحمن الرحيم، ندردش بس كده في ايه، في شويه حاجات. المنهج السويتشنج يا جماعه قائم او مرتكز على شويه اعمده بس. اهم تلات عواميد في منهج السويتشنج هم تلات اعمده كده، تلات اعمده: الفي لانز، الفي لانز والاس تي بي السبانينج تري بروتوكول، وطبعا القصه بتاع الفليفرز بقى بتاعت السبانينج تري بروتوكول، البروتوكولز بتاعته. طبعا ده بيتضمن بقى السبانينج تري بروتوكول ده از ان ريجنال بروتوكول، ظهر بعده بروتوكولز ثانيه، تمام. والسكيورتي، اوكي. فده التلات اعمده بتوع المنهج السويتشنج، سهلين جدا. يعني ايه، طبعا ان شاء الله باذن الله المحاضرات بتاعت السويتشنج هتكون ألذ بكتير من محاضرات الراوتينج. طبعا الناس اللي بتاخد اللي معايا في الكورس بتاع سي سي ام بي طبعا تعبوا جدا في تراك الراوت، وانا كنت قلت لهم السويتش ده بالنسبه لنا هيبقى كلام فاضي، تمام. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بقى اول محاضره هنتكلم عن ايه؟ اول حاجه هنتكلم عن switching design strategies. هنتكلم بقى يا جماعه زي ما يعني زي ما الكتاب بيقول، اما تيجي تعمل، لو جات لك مثلا مثلا عمليه تصميم شبكه في مكان ما، لازم تكون دماغك متنظمه. الموضوع مش بيمشي كده بركاوي، لا. انا اللي عايز اعلمك ازاي تصمم، تحط الموديل بتاعك في التصميم. انت مثلا تعتمد على انت تعمل كور، مثلا كور بلوك. طب انت تعتمد، هل هتعمل كولابسد كور؟ انت ايه هو الهيراريكال ديزاين، سيسكو هيراريكال ديزاين، الاكسس سويتشز، الديستريبيوشن سويتشز، الكور سويتشز. هنتعرض بقى على كل الكلام ده والاشكال بتاعتها، اشكال الديزاينات. امتى تعرض للديزاين نمبر 1، امتى تعرض للديزاين نمبر 2، وهكذا. الكام كونتنت اكسس ميموري والتيرنري كونتنت اكسس ميموري تي كام، الاس دي ام تمبلتس. هنتعرض بقى على مفاهيم الكام تيبل والتي كام، الجداول او التابلز المخصوصة بتسجيل كل ما يخص بلاير 2 and لاير 3، ايدنتيفيكيشنز، الاس دي ام تمبلتس. ونتعرف بقى يعني مميزات الاس دي ام، ايه استخداماتها. هناخد البي او اي، الباور اوفر ايثرنت، هنتكلم عنه بصيغه مفصله اكتر. وبعدين هنخش في التشالنجنج لاب 28 و29 و30. فنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع بالنسبه لنا يا جماعه هيبقى سهل جدا. ندخل في السويتشنج ديزاين ستراتيجيز. بصوا يا شباب، بمنتهى البساطه احنا نفتح كده الايه، الوايت شيت. طبعا ايه، طالما انا هفتح وايت شيت هشرح كلام مهم. كان زمان يا جماعه، ما كان زمان، يعني انت بتتكلم من 15 20 سنه، اما انت تيجي كنت بتتكلم عن تصميم شبكه، فاحنا كنا بمنتهى البساطه كده، اما يبقى عندك مبنى مكون من كذا دور، اوكي. فمثلا ده الجراوند فلور، ده الفيرست فلور، ده السكند فلور، ثيرد فلور، فورث فلور، فيفث اند سيكست فلور. طيب كنت انا دلوقتي عندي مبنى فيه 6 ادوار، اوكي. فالموضوع بمنتهى البساطه، لو كنت عايز اعمل له شبكه، اعمل شبكه تربط الاجهزه اللي في المبنى، كنت بعمل سويتش في كل ايه، في كل دور كده. اعمل سويتش في الدور الاخير، سويتش في الدور اللي تحت، وهكذا سويتش في الدور اللي تحت، تمام، وانزل كمان سويتش في الدور اللي تحت، وهكذا. ده بيسموه التشين ديزاين. تشين ديزاين ليه؟ لان ده بيعتمد على ديزاين السويتشات بتتحط كسلسله، اوكي. طب بس بزياده عدد السويتشات اللي بتتحط، طبعا كل بقى سويتش بيقوم رايح، مثلا ده رايح لجهاز كمبيوتر، ده رايح لسيرفر، السويتش اللي تحت ده رايح مش عارف ليه اي حاجه، اي بي فون، الكلام ده كله. ده رايح مثلا
كاميرا مراقبة، اوكي كاميرا مراقبه ايا كان بقى شكلها هيبقى عامل ازاي، وهكذا. طبعا بزياده عدد السويتشات اللي بتتحط في التشين ده عمل لي مشكله جامده جدا في التصميم او في النتورك عموما، لان انا الراوتر هوصله فين؟ الراوتر مثلا ممكن اوصله بالسويتش اللي في الدور الارضي، فالراوتر ده الراوتر ده طالع على الانترنت، يحصل لك كذا مشكله. الريدندنسي مفيش ريدندنسي، لان الكيبل عندي لو اتقطع ما بين السويتش ده والسويتش ده، السويتش اللي هنا او الاجهزه متوصله على او السكث فور سويتش، الاجهزه دي مش هتعرف تروح للانترنت، مش هتعرف تروح للانترنت. طيب بقى مشكله الريدندنسي في الحاله دي. المشكله الثانيه ان بطول الحلقه فانا عملت لود جامد جدا على اللينكات، لان انا خلي بالكم بقى ان انا كل سويتش مثلا سويتش لو متوصل عليه 20 جهاز 30 40 50 جهاز، اوكي، فكل مثلا كل ايه سويتش اجهزه جوايا عايز اتكلم مع الاجهزه اللي فوق في السويتش اللي فوقيه كله هيلود على اللينك ده، فطبعا الموضوع هيبقى عمل ازمه كبيره جدا. طيب كلام جميل، سيسكو اقترحت ديزاين مثالي وبدات فكره الديزاين دي كبذره في التصميمات، بقى بذره لتصميمات اكتر وحالات اكتر. قالت احنا بمنتهى البساطه تعالى نفترض ان انت عندك مبنى، اوكي انت عندك المبنى بتاعك ده مثلا ده هنسميه برانش 1، اوكي برانش 1 مثلا انت عندك كم سويتش، انت عندك كم دور، عندك 1 2 3 4 5 6 7، عندك 7 ادوار. فبمنتهى البساطه انا هعمل كده السويتشات كده اهو 7 سويتشات، كل سويتش يتحط في دور، اوكي اهو تمام 7 سويتشات اهو تمام كده 7 سويتشات تمام اوكي 7 سويتشات، والسويتشات دي طبعا انا عايز اوصلها بايه؟ انا عايز اوصلها بالراوتر، الراوتر اللي يكون واصل على الانترنت، ولكن يصعب علي عمل القصه دي لان مفيش راوتر بيكون بي 7 انترفيسز 7 فاست 7 فاست ايثرنت انترفيس او 7 ايثرنت انترفيس. فبمنتهى البساطه كنت انا بنزل كيبل واحد من الراوتر لسويتش، والسويتش ده اللي بوصله بالسويتشات اللي في كل دور، تمام. هنا السويتش ممكن تسميه كور سويتش، او حسب بقى ما هناخد بقى زينات قدام ديستريبيوشن سويتش، ده سويتش الايه الديستريبيوشن، وكنا بنسمي هذه السويتشات لانها السويتشات اللي هتتوصل بالاند بوينتس، السويتشات دي هتتوصل بالايه بالاند بوينتس، وكنا بنسمي السويتشات دي الاكسس سويتشز. اكسس سويتشز ليه؟ لان هيتم عليها التوصيل او عن طريقها اي جهاز كمبيوتر او اي اند بوينت هياكسس على النتورك ويقدر ياكسس على الانترنت وهكذا. طيب ده كلام جميل جدا، ده اول ديزاين. طيب كلام جميل، الموضوع اتطور اكتر، اتطور اكتر ازاي يا باشمهندس؟ بمنتهى البساطه ظهر عندي بقى ايه حالات بدا عن طريقها ابدا ادور على مودلز في الديزاين. زي ايه؟ بمنتهى البساطه لو انت عندك برانش، عملت انت كده مبنى اوكي وخليته كده برانش 2، تمام برانش 2 برضو ده كذا ايه كذا دور وهكذا، تمام، وحطيت برضو برانش 3 برضو في كذا فلور وهكذا. طب بالتالي الموضوع هيبدا يكون متشعب اكتر ازاي؟ بفرض ان المسافه ما بين برانش 1 وبرانش 2 وبرانش 3 لا تزيد عن 50 كيلو، لا تزيد عن ايه 50 كيلو، تمام. فقال لك سيسكو اقترحت عليك اسلوب ديزاين عالي جدا. ايه هو؟ منتهى البساطه كده، تعالوا بص نمسح بقى ايه، انتوا خلاص احفظوا بقى ان ايه انا عندي 3 مباني، تمام كده، انا عندي ايه 3 مباني، نجيب كده الايه السواتشز بحيث ان احنا نقدر نختار كذا لون، اوكي. سيسكو قالت ايه كالاتي بقى، قالت لك ادي عندك الراوتر، تمام، الراوتر ده واصل على الايه الانترنت بمنتهى البساطه. سيسكو قالت لك انا هنزل، هعمل بقى ايه، هنزل من الراوتر سويتش اللي هو الكور سويتش، اللي هو الايه اسمه الكور سويتش. طيب كلام جميل،
والكور هينزل تحته سويتشين او اكتر. بس اشمعنى هنا سويتشين؟ هنتكلم في الجزئية دي تمام، وهوصل السويتشين دول ببعض كده. فانا ده اسميه DSW1 Distribution Switch 1، وده Distribution DSW2 Distribution Switch 2 تمام. او انا ممكن بقى، لا انا ممكن كمان بقى ايه، خلي بالكو ان السويتشات اللي DSW اهو انا هوصل DSW كده تمام اوكي، ده DSW1 ده DSW2 ده اسمه DSW3. كل سويتش من دول يعبر عن مبنى، كل سويتش من دول ايه يعبر عن مبنى. واحنا مش لسه قايلين ان كان عندنا ثلاث مباني؟ كلام جميل جدا. فانا بمنتهى البساطه، كل سويتش بقى من هنا اوكي الدي اس دبليو ده هيقوم متوصل، بفرض ان انا كل مبنى حطيت فيه، كل مبنى مثلا طلب ادوار، بدل ما ايه هكتب هنا هعمل سبع سويتشات هنا اوكي، انا بقى هوصل ادي دي اس دبليو 1 هوصله بالسويتشات بتاعته، دي اس دبليو 2 هوصله بالسويتشات بتاعته تمام، ثلاث سويتشات اهو، و دي اس دبليو 3 اللي هو في المبنى الثالث اوصله بالسويتشات بتاعته. فالقصه عندي طبعا خلي بالكو الموضوع بيبقى متشعب اكتر من كده اوكي، لان انا هنا عندي هنا مشكله، انا عندي هنا ايه مشكله، ماذا لو حصل؟ تعالى مثلا نتكلم ايه يعني، انتوا فهمتوا الديزاين؟ انا ده اول يعني ده يعتبر تاني ديزاين ان انا دلوقتي عندي كل سويتش اكسس، كل سويتش في مبنى، يعني السويتشات بتاع في المبنى كلها مترميه على سويتش اسمه دي اس دبليو 1 ذا بيلدينج 1 وبيلدينج او برانش 2، سويتشات الاكسس مترميه او يعني كلها اول كونكتد متوصله بالدي اس دبليو 2 في المبنى التالت برضو بنفس الكلام اهو، وكل سويتش من كل مبنى متوصل بكور سويتش. طبعا انت ممكن تحط الكور ده في المبنى الاولاني او الثاني او الثالث، او تكون انت عامل مبنى خاص بقى، دي شركات عامله كده داتا سنتر، تعمل مبنى داتا سنتر كده بيكون فيه الكور سويتش بتاعك والراوترات والقصه بتاعتك دي كلها. تقول لي يا باشمهندس يعني اعمل داتا سنتر على جهازين؟ اقول لك لا 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 لا، ده احنا لسه قدام هناخد بقى ايه التصميمات اللي انت هتلاقيها بالفعل بقى في السوق اوكي. طب ده كلام جميل جدا، بس انا هنا عندي مشكله. انا دلوقتي عندي جهاز كمبيوتر اهو اوكي، عايز يخش على الانترنت، بيقوم داخل عن طريق الدي اس دبليو 1 وكده يطلع للكور ويروح للراوتر وكده يطلع الانترنت، ده كلام جميل جدا. الفكره هنا ماذا لو الدي اس دبليو 1 حصل له فيلير، الدي اس دبليو 1 حصل له فيلير اوكي، فهنا المشكله ده هنا هيبقى عندي مشكله اوكي، هنا هيبقى عندي ايه مشكله. طيب ده كلام جميل، حلينا الازمه دي ازاي؟ عملنا ريدندنسي. تعالوا بقى نستفرد كده ايه ببرانش 1 ده تمام. فبرانش 1 انا هعمل فيه اوكي اتنين ديستريبيوشن، بدل ما كان واحد هعمل منه اتنين ريديستريبيوشن تمام. وانا عندي ايه في الاكسس كام سويتش؟ هفترض ان هم ايه تلات سويتشات اوكي، انا هفترض ان هم تلات سويتشات او يا سيدي نخليها اربع سويتشات. قال لك كل سويتش اكسس هوصله بالديستريبيوشن 1 وكل سويتش اكسس برضه هوصله بريديستريبيوشن 2، فبالتالي انا حققت عنصر الريدندنسي بتاعي. لو انا دي اس دبليو 1 اوب بقى بيلد، بالتالي السويتشات الاكسس برضه هتعرف تطلع على الايه طبقه الكور، هتعرف تطلع على الايه طبقه الكور تمام، هتعرف تطلع على طبقه الايه الكور، وبالتالي مثلا الجهاز ده بيطلع مثلا دي اس دبليو 1 ده بقى فيلد، يقدر يطلع على اللينك الثاني الى ايه دي اس دبليو 2 يطلع على الكور، وبما ان خلاص بقى انا طلعت على الكور اقدر اتصرف زي ما انا عايز. طيب كلام جميل جدا، فدي اول اشكاليه احنا حليناها. طيب كلام جميل، خلي بالكو ان الديستريبيوشنز بتكون موجوده جوه، يعني في المبنى الواحد يا جماعه بيكون موجود فيه اللايرز الاكسس سويتشز، لان خلي بالكو بقى احنا هنا هنضطر نقسم الايه الطبقات بقى عندي اوكي تمام. دي طبقه الكور ودي طبقه ال ديستريبيوشن، دي طبقه ال ديستريبيوشن ودي طبقه الاكسس، دي طبقه الايه الاكسس، او دي ده الكور لاير وده الديستريبيوشن لاير وده الاكسس لاير تمام كده. طيب يعني اعتقد كده الكلام ايه بسيط. خلي بالكم ان المبنى الواحد بيكون في كل دور يا جماعه بيكون موجود، يعني فانا في المبنى الواحد من تحت كده بيكون كل دور موجود فيه الاكسس سويتش اوكي، وبعدين في دور بيكون فيه موجود فيه التو
الديستريبيوشنز دول بيكونوا مثلا موجودين في الدور الاخير او في الدور الارضي اوكي، بس بنسبه كبيره بيكون موجود في الايه في يعني الافضل طبعا ان انت تحطه ايه في الدور الارضي. طب الاجابه ليه؟ لان انت هتنزل، لان انت هتوصل الديستريبيوشن ده بالكور، والكور ده مثلا يكون في مبنى تاني اوكي، فانت هتوصل كابلات فايبر اوكي، فانت هتوصل كابلات فايبر بقى بدل ما انت تحطه في دور اخير وتنزل بقى كابلات الفايبر، لا انت هتطلع بقى من الدور الارضي على طول، فانت هتحتاج مساحه طول اقل في كيبل الفايبر اللي انت ايه هتوصله. anyway فدي الايه الديستريبيوشن موجود، بيبقى موجود جوه المبنى، اما الكور يكون موجود جوه المبنى نفس المبنى برضو اوكي، او اما موجود في مبنى اخر. بس خلي بالكم احنا هنا بنتكلم عن كذا مبنى، فطب ده برانش 1، طب برانش 2 برانش 3 هعمل نفس القصه، برانش 1 وبرانش 3 هعمل ايه نفس القصه، بس انا هعمل نفس القصه كالاتي. هنا وجد تساؤل مهم جدا، قال لك ايه؟ قال لك هو انا دلوقتي لو عندي ديستريبيوشن في مبنى واحد وديستريبيوشن في مبنى اتنين اوكي، فانا كده اتفقت يا باشمهندس ان انا هعمل سويتشين ديستريبيوشن لكل مبنى اوكي، كلام جميل. وانا عندي عندي اربع سويتشات اوكي، كل مبنى كده اربع سويتشات، يعني مثلا ده العلاقه ما بين توصيل ما بين مبنى واحد ومبنى اتنين اوكي. طب ده كلام جميل، وانا عندي كور، انا عندي هنا ايه كور، كور واصل على الايه ديستريبيوشنز اها اها، وهوصل ده كده تمام وده كده تمام، ممكن كمان ده كده اوكي. طيب هل السويتش الاكسس هوصله ديستريبيوشن 1 ديستريبيوشن 2 ديستريبيوشن 3 اوكي، ده ديستريبيوشن 4 ديستريبيوشن 3 ديستريبيوشن 4 ده موجودين في ايه في مبنى 2، ده مبنى واحد اوكي وده مبنى 2، يعني الاكسس اللي في مبنى واحد مثلا هوصله بال دي اس دبليو 1 و 2 وكذلك هوصله ب 3 وهوصله ب 4. طيب هل الثاني بره وصل نفسي هنا برضه نفس الكلام، اعمل نفس القصه كده اوكي. طبعا الكلام ده عشان يحصل ينفع يحصل ولكن انا هستهلك يعني كيبلز كتير جدا، وكذلك او هيبقى في عنصر اجهاد في التصميم، عنصر اجهاد في التصميم. لو انا كل اكسس تمام وصلته بكل ديستريبيوشن سواء في نفس المبنى بتاعه اوكي او في المبنى الاخر، لان ده بيخدم على المبنى رقم 2 اوكي. فطبعا الموضوع ده بالنسبه لي مهم جدا، يعني هو ميزته الوحيده عنصر الريدندنسي، ان انا السويتش ده عنده اربع احتمالات، يعني اربع مواقف لازم يحصلوا عشان ما يقدرش يطلع للنت. اول موقف ان ده يبقى فيل، تاني موقف ده يبقى فيل، تالت موقف ده يبقى فيل، رابع موقف ده يبقى فيل اوكي. فالريدندنسي عالي جدا عندي في الميزه الوحيده، ولكن المشكله ان سويتش الاكسس ده مثلا قالوا اذا كان هيتوصل بكل ديستريبيوشن سويتش، طب انا كل سويتش من دول انا كده هعمل سبايدر ديزاين اوكي، يعني هعمل تصميم شبكي اوكي، عامل زي شبكه العنكبوت. هنا تم التعديل على الجزئيه دي بالشكل الاتي. ايه التعديل اللي تم عليها هنا بالشكل الاتي؟ قال لك بمنتهى البساطه انا هنا بقى ده لو انتوا لاحظتوا ان انا في السلايد هنا بسالك سؤال او حاطط كده سطر مهم جدا اسمه ايه هو السويتشنج بلوك. هنا بقى انا اتعرف على الايه سويتشنج بلوك. ايه هو السويتشنج بلوك؟ بمنتهى البساطه ده كل ده عندي الاربعه الديستريبيوشن بتاعي او ديستريبيوشن سويتشز بتاعتي، وده عندي الكور اوكي. طب بمنتهى البساطه اوصل ده كده، قال لك انا بقى هصمم سويتشنج بلوك، هعمل سويتشنج بلوك. ايه هو السويتشنج بلوك؟ المبنى الواحد ده عباره عن انا عندي هو دي اس دبليو 1 وده دي اس دبليو 2 W2، وانا بقى عندي هنا الاكسس سويتشز اوكي، كلام جميل جدا. هوصل ده كده وده كده ده كده وبعدين ده كده ده كده ده كده ده كده تمام. ده يعد سويتشنج بلوك، ده بيعد اسمه كده سويتشنج بلوك اوكي. فبمنتهى البساطه انا عشان احل الاشكاليه اللي ظهرت لي في الديزاين اللي فات، انا هعزل كل مبنى على حده، هعزل ايه كل مبنى على حده. فانا عندي بقى سويتشنج بلوك 1 وده برضو هيبقى عندي هنا سويتشنج بلوك 2 اوكي، فيصبح كل بيلدينج او كل مبنى عندي ايه عباره عن سويتشنج بلوك ده كده اوكي
وده كده تمام، ده كده وده كده تمام. برضو نفس الكلام ده هيبقى ايه، برضو هيبقى ايه ده switching plug 2 وهكذا. طيب ده خلي بالكم الموضوع بدا يبقى ايه اكثر وضوحا، ده الموضوع بيبقى ايه بدا يبقى اكثر وضوحا. طب انا عندي هنا برضو مشكله، ايه هي المشكله؟ ان انا دلوقتي برضو لو السويتش الكور ده بقى فيلد، سويتش الكور بقى فيلد تمام، فانا كده عندي مشكله ان انا دلوقتي مفيش اي جهاز في اي مبنى هيعرف يلوجن على الايه الانترنت. طيب كلام جميل، عالجنا القصه دي ازاي؟ بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه كده الراوتر عندي اصبح الراوتر عندي اقدر اوصله ب سويتش كده يعني. خلي بالكم يعني او سيبكم بقى ايه من الراوتر ده، اصبح انا عندي طبقه الكور. طبق هي المشكله عندي، خلي بالكم احنا اتكلمنا على مشكله في طبقه الديستريبيوشن، دلوقتي بنتكلم على مشكله الريدندنسي في طبقه الكور. طبقه الكور انا بقى هعمل كالاتي تمام، ادي الكور عندي، هعمل سويتشين بدل سويتش، وتحتيهم مين؟ تحتيهم الديستريبيوشن، تحتيهم الديستريبيوشن سويتشز تمام. والديستريبيوشن سويتشز تحتها الايه ال ديستريبيوشن سويتشز تحتها الاكسس سويتشز، وده برضو هنا هيتوكم توصل كده تمام. ده اها وده اها اوكي. الديستريبيوشن طب العلاقه ما بين الديستريبيوشن سويتشز والاكسس سويتشز معروفه، التوصيلات كده عرفناها. طيب كلام جميل، هنوصل ما بين الكور ازاي؟ يعني عندي كده سويتشين بالشكل الاتي، الكورس نوصلهم ببعضهم كده وكده 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 وكده. بيتعمل كي انفلوب، شكل الايه الانفلوب، ان انا ابقى عندي اهو كده تمام، ده كده شكل الانفلوب، شكل الظرف اوكي. طيب الموضوع ده فادني بطريقه كبيره جدا. تخيل بقى انا ممكن اعمل كالاتي بقى، يعني ممكن ايه اوصله بقى بالراوتر بقى، اما يكون عندي مثلا ايه كل سويتش مثلا طالع هنا على راوتر، ويكون عامل مثلا ريدندنسي والقصه دي كلها. ثاني واي تعالوا نتكلم في الجزئيه دي. خلي بالكم يا جماعه ده ده بقى تعريف الكور بلوك. ايه هو الكور بلوك؟ احنا اتكلمنا على السويتش بلوك، ده اسمه بقى الكور بلوك. الكور بلوك ان انا دلوقتي ده يعتبر السويتشين دول، يعتبر السويتشين دول يعتبروا ككور بلوك تمام. يعني انا اسف بقى الموضوع يعني هيبقى اكثر توضيحا، ان انا بعتبر ان السويتشين دول متوصلين بايه؟ بسويتش بلوك واحد. فكل الدايره دي كلها، كل الديزاين ده كله يعتبر ككور بلوك، يعتبر كايه؟ ككور بلوك اوكي. طيب كلام جميل جدا، فده خلي بالكم ده يعتبر ده لاير الاكسس، الاكسس لاير، وده يعتبر كالديستريبيوشن لاير، وده يعتبر الكور، الكور لاير تمام. خلي بالكم ان دول الجزئية اللي تحت دي تمام تعتبر كايه؟ كسويتشنج بلوك، كسويتشنج بلوك، سويتشنج بلوك. طيب كلام جميل. طيب انا برضو انا بحب اعتبر ان من اول الكور لحد الاكسس ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر كور بلوك. هو ليه يا باشمهندس انت ليه سميته كور بلوك؟ يعني ليه سميته كور بلوك؟ هنا يظهر كذا مشكلة. اقول لكم ايه هي المشكلة. بص يا جماعة، افرض انا عندي اربع مباني واربع مباني، يعني عندي ثمان مباني اوكي. فكل مبنى تخيلوا بقى الموضوع ده، الموضوع بقى ايه هيبقى اكثر تعقيدا. فانا عندي اربع مباني، تخيلوا ان انا عندي هنا مبنى وهنا مبنى 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 اهو، اربع يعني ثمان مباني اهو اوكي، ثمان مباني عايز اربطهم ببعض. هنا مشكله بقى. انت ممكن تحل الاشكاليه بتاعتك بالطريقه الاتيه تمام. ان انا دلوقتي هصمم ازاي، هعمل التصميم بتاعي ازاي؟ بمنتهى البساطه يا شباب، ابدأ الاول بالكور بتاعك، الكور بلوك بتاعك اوكي. انت خلي بالك هنا البريفيرد بالنسبه لك ان انت تعمل الاتي، صمم الاول الكور بتاعك اوكي. احنا كنا في الكور عاملين سويتشين بس صح، دلوقتي هنعمل اربع سويتشات اوكي، اربع سويتشات. حاول بقى ايه نصغر الايه الرسمه شويه عشان تسع اللي احنا هنرسمه. انا عندي دلوقتي اربع ثمان مباني، ممكن بقى خلي بالك
كل كور سويتش من دول يشتغل على مبنى. اوكي، فمنتهى البساطه ان انا ممكن هنا عندي السويتش ده مثلا يطلع على او ممكن تخلي او ممكن مثلا تخلي ايه فكره افضل كمان في التصميم. خلي بالكم يا جماعه ان الموضوع مش ستريكتد، يعني انت مش مجبر على حاجه. يعني مثلا تعالوا نتكلم عن المبنى الاولاني. اوكي، المبنى الاولاني هتعمل هنا برضو سويتشين الاي الديستريبيوشن، وهنا برضو المبنى التاني هنا سويتشين الديستريبيوشن. اوكي، والديستريبيوشن هنا يتوصل كده. اوكي، اهو، وده ينزل كده، وده يبقى كده تمام، وده برضو كده، وده كده 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 كده. اوكي، طيب كلام جميل. وطبعا بقى ايه كل ده الديستريبيوشن، تحت الديستريبيوشن بقى ايه سويتشات الاكسس. اها، سويتشات الاكسس تمام، وكل بقى سويتش الاكسس بقى متوصل ب كل سويتش من اكسس كده متوصل بالديستريبيوشن. برضو هنا نفس الكلام. اها، اللي فوق خالص ده اللي انا برسمه ده الاكسس يا جماعه، ده الاكسس تمام، ده كده وكده. اوكي، خلي بالكم بقى كل ده اسمه ايه، ده كو سويتش بلوك، ده اسمه سويتش بلوك تمام، وده اسمه سويتش بلوك تمام. خلي بالكم ان الجزئيه اللي في النص دي بقى بتسمى بمالتي، الجزئيه اللي في النص دي بتسمى بايه، تسمى بمالتي نود كور. مالتي نود كور، مالتي نود كور بلوك. اوكي، مالتي نود كور بلوك. طب ده كلام جميل. انا دلوقتي خلي بالكم بقى، انا ممكن المبنى الثاني والثالث نفس الكلام، المبنى الثالث والرابع نفس الكلام، انا برضو هعمل الاتي، ان انا يبقى عندي برضو هنا سويتشين هنا تمام، وفي هنا برضو هنا سويتشين. اوكي، السويتشين دول ده الديستريبيوشن في المبنى الثالث، برضو نفس الكلام اوصله كده. اوكي، وده كده. اوكي، و ممكن بقى ممكن تمام كده توصل كده توصل تمام، واعمل هنا توصيله كده، وبعدين برضو نفس الكلام هنا وده وهنا وهنا واهو. اوكي، وهنا برضو الاكسس في المبنى الثالث. اوكي، اكسس في المبنى الثالث. طبعا الموضوع يعني انا مش عايز ايه الموضوع يكون ملخبطكم، هي كلها بتعتمد على اسطمبه واحده في التصميم، كله بيعتمد على اسطمبه واحده في التصميم تمام. ده برضو المبنى الثالث ده يعتبر كايه، ككو كسويتش بلوك للمبنى الثالث وهكذا. فالموضوع بدا ايه طبعا يعني الديزاين يا جماعه بتاع السويتشنج يعني هو مرتكز على اسلوب واحد، مرتكز على اسلوب واحد. قسم اللايرز بتاعتك ليه، اكسس وديستريبيوشن وكور، ومنها وحط في دماغك السويتشنج بلوك، حط في دماغك الايه السويتشنج بلوك. اوكي، فانت هتبدا تعرف انت ازاي هتصمم. اوكي، ده يعني انت هتعرف ازاي تعرف ايه ازاي هتصمم. انا كان ممكن مثلا استغنى، يعني مثلا السويتش ده خلي بالكم كده متصل بايه، سويتش الكور ده بقى متصل بثلاث مباني تمام. السويتش ده ده ثلاث مباني، ادي لا ده اربع مباني، ادي 1 2 3 4 تمام. السويتش اللي تحت متصل بيه برضو اربع مباني، كل سويتش هتلاقيه متصل بقى مكمل الديزاينات، مكمل الديزاين ده بالشكل الكبير بتاعه. طبعا هتبدا تلاقي الموضوع هو مش متشعب، بس خلي بالكو انا هنا بعتمد على التصميم بتاعي، التصميم بتاعك يكون منظم جدا، حققت الريدندنسي، حققت الداتا فلو، يعني انت هتبقى عارف الداتا فلو هتبقى عامله ازاي. يعني خلي بالك برضو في ملحوظه دي بقى ايه لازم تعرفها وانت بتصمم، ان ايه، ان انت مثلا عندك ادي مثلا الكور. اوكي، ده الكور تمام، وده ده ديستريبيوشن. ده الديستريبيوشن، ده الكور اهو تمام. ده طبعا احنا عارفين بقى الايه، بدنا نعرف التصميم ماشي وعامل ازاي هنا. تمام، هنوصل ده كده وده كده. اوكي، وده كده.
لازم تكون عارف الداتا فلو بتاعتك ماشيه ازاي. يعني انا دلوقتي مثلا لو عندي سيرفر اوكي، وانا يعني مثلا السويتش ده انا موصله بسيرفرات بس، تمام كده. طيب انا عندي كده جهاز كمبيوتر، انا عايز اعرف جهاز الكمبيوتر ده عشان يروح للسيرفر ده مثلا يروح ازاي. ممكن انه يروح كده 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 وينزل على الاي سيرفر. المسار التاني ممكن يروح كده، تمام، ممكن يروح كده تمام، والسويتش ده يقوم للسويتش ده على طول للديستريبيوشن 1 مثلا، ويقوم الديستريبيوشن 1 منزله عند السيرفر، يقوم نازل برضو ايه عند السيرفر، فيصبح عند البي سي كذا احتمال للايه انه يروح للسيرفر. فخلي بالكم ان التصميم بتاعك ده اسمه كده انت بترسم مسار او الداتا فلو باس. انا عشان اقدر يعني انا اللي انا عايز اقوله لك ايه، ان التصميمات المودلز اللي انا وريتها لك بتسهل عليك تحديد الداتا فلو باس. الداتا فلو باس بتسهل عليك تحديد ان انا عندي جهاز وعايز اشوف هو عشان يروح السيرفر فلاني المسار بتاعه يكون ثرو اني سويتشات، تمام. هتقول لي طب انا هستفاد بايه بتحديد مسار الداتا فلو باس في عمليه الترابل شوت؟ ان لو عندك مشكله ان الجهاز ده مش عارف يطلع للسيرفر، فانت هنا حددت خلاص، بما ان انت حددت المسار اللي بيعدي عليه الجهاز او السويتشات اللي بتعدي السويتشات اللي الجهاز بيعدي عليها في طريقه الى الايه السيرفر، هتقدر تعمل ترابل شوت وتقدر تحصر منطقه المشكله بتاعتك ماشيه ازاي. يعني مثلا هو يمشي على المسار الثاني، تمام، فانا دلوقتي عندي مشكله بقى هو مش عارف يطلع للايه للسيرفر، ممكن تكون المشكله في السويتش ده او السويتش ده او السويتش ده او لينك من دول او اما ايه لينك من دول وهكذا. فطبعا ده بيفيدك، خلي بالك بقى ايه ان الديزاينات فايدتها بتفيدك كمان في عمليه الايه الترابل شوت بتحديد المسار بتاعت الداتا فلو، ومن الداتا فلو تقدر تحدد او تاثر او تقلل عدد احتمالات حدوث المشكله بتاعتك. طيب كلام جميل، ده موضوع الايه الديزاينات. فاضل نتكلم بقى فكره ثانيه، اوكي، ان انا دلوقتي لو عندي حاجه كده برضو نفس الكونسبت، ممكن نعمل ايه كنترول زد اهو بالتصميم ده مثلا، اوكي التصميم ده. خلي بالكم يا جماعه ان هنا يبدا التحرك عندي من اللاير 2 لللاير 3 على كذا منطقه. انا في البي لانز اما كنا بناخد الفي لانز في السي سي ان اي كنا بنقول دايما ان راوتر، اوكي، ممكن اعمل راوتنج ما بين الفي لانز، ان بمنتهى البساطه اوصل كده والسويتش ده فيه كذا في لان، مثلا جهاز فيه في لان 10 تمام، وعندي جهاز اوكي في في لان 20، فانا ممكن اخلي بقى الايه بورت ده على فيلان 10 وممكن اخلي البورت ده على فيلان 20، وبالتالي اقدر اعمل فيلان 20 ممكن اعمل ايه راوتنج ما بين الايه الفيلانز. طب ظهرت عندي مشكله، مش مشكله بقى يعني، ظهرت عندي يعني ديزاين كمان، ان انا ممكن اعمل الراوتنج اون ستيك، ان انا بمنتهى البساطه اقدر اخلي الراوتر تمام يقوم واصل بكيبل واحد بس على السويتش، والسويتش برضو بيكون عليه كذا فيلان، والكيبل ده او الانترفيس الواحده الا الراوتر اقسمها سب انترفيسز بانكابسوليشن دوت 1 كيو وهكذا. فبرضو اقدر اعمل راوتنج ما بين الفيلانز بال ده بيسموه الار او اس الراوتنج اون ستيك. طيب كلام جميل، في تقنيه كمان اقدر اعملها اللي هو المالتي لاير سويتش. ايه هو المالتي لاير سويتش؟ ان انا الراوتر ما بين الراوتر وما بين السويتش هنا في بوينت تو بوينت لينك. يعني انا بدي يعني مثلا البوينت تو بوينت لينك، ان انا دلوقتي ايه تعريف البوينت تو بوينت لينك؟ اللي انا دلوقتي اللي عندي هو اللان الوان او الوان كونكشن او التوصيله اللي بتربط ما بين نقطتين لاير 3. يعني مثلا الاي بي بتاعها 10.0.0/30، فمثلا ده ياخد بوينت 1 وده ياخد بوينت 2. هفترض ان انا الوان لينك او اللينك اللي ما بين الراوتر والسويتش ده بوينت تو بوينت يعني لاير 3، وبعدين السويتش بقى هيكون عليه اس بي اي يعني سويتش فيرتشوال انترفيس يخدم يشتغل كديفولت جيت واي على ايه الاجهزه اللي في لان مثلا 10 وفي لان 20 وهكذا. يعني مثلا ده في لان 10 وده في لان 20، هروح على السويتش ده اديله انترفيس في لان 10 اي بي كذا، انترفيس في لان 20 اي بي كذا، ويصبح هذا السويتش هو بيوصل الديفولت جيت واي بالنسبه للبي سيز اللي في الفيلانز، واقدر بقى ايه اخلي الفيلانز دي تقدر تطلع على الانترنت ترو، ان انا اعمل راوتنج ما بين الراوتر وما بين السويتش. كل القصه دي يعني ايه هناخدها باذن الله تعالى، هنتعرض لها في المحاضره الجايه باذن الله في الفي المحاضره الجايه بتتكلم عن فيلانز، تمام. فاللي انا عايز اوريه لك ان عشان يعني عشان احل مشكله
راوتنج ما بين البيلانز، وكذلك مشكله الاسبانيك تري بروتوكول. لان بمنتهى البساطه خلي بالكم، اذ كان اللينك ما بين كور 1 السويتش ده والسويتش ده، اللينك ده لاير 2 تمام، وده برضو لاير 2 وده لاير 2، فانا بالتالي عندي ايه، انا عندي كده لوب، عندي سويتشنج لوب ده هنا. اوكي هتقول لي ما هو الاسبانيك تري بروتوكول بيحلها، اقول لك ميبي ماشي، يعني اسبانيك تري بروتوكول بالفليفرز بتاعته تحل لك مشاكل اللوب، ولكن ولكن برضو انا الاسبانيك تري بروتوكول بيحتاج التصميم وكونفيجريشن، بتصميم يعني بيحتاج كونفيجريشن بتتناسب مع حاله الديزاين بتاعي. لكن انا عايز اعمل الديزاين بتاعي بغض النظر انا هعمل كونفيجريشن سبانك بروتوكول ازاي، وممكن سبانك بروتوكول مشاكله في الكونفيجريشن والتي شوت بتاعته قصه كبيره جدا. طب انا عايز استغنى عن كل ده، حول ده لير 3، نحول اللينكات دي كلها لير 3. فخلي بالكم ان اللينكات اساسا اللي ما بين الكور وما بين الديستريبيوشن بريفيرد ان هي كلها تكون لير 3، preferred اللي هي تكون كلها ايه layer 3 باي بي هات تمام كده. يعني انت هنا بتروح على كل بورت من السويتش تقول طب ازاي مش مهندس احولها لير 3، مش فاهم يعني. بمنتهى البساطه ان انت عندك مثلا البورت ده ايثرنت 060، هروح على البورت ده وهدي له امر اسمه نو سويتش بورت، نو سويتش بورت اها، وبعدين انتر، وبعدين اي بي ادرس كذا، وبعدين تروح على السويتش تاني نو سويتش بورت اي بي ادرس كذا، كلام جميل. تقدر بقى تعمل راوتنج ما بين الايه السويتشات ببعضها وايه، والدنيا هتبقى عندك ماشيه جميله جدا. اوكي كلام جميل. نيجي بقى ننزل من عند الايه، فانا دلوقتي عندي اتحولنا عملنا مايجريشن من لاير 2 لاير 3 في الطريق من الكور للديستريبيوشن. طب من الديستريبيوشن بي لينك هنا ما بين الديستريبيوشن 1 وديستريبيوشن 2 ممكن تعمله لير 2 وممكن تعمله لير 3. الافضل ايه؟ الافضل ان انت تعمله لير 3 طبعا. ليه؟ لان انت هنا هتقطع اللوب عندك بقى، يعني انت مفيش يبقى عندك لوب، مفيش هيبقى فيه لوب في الموضوع. ليه؟ لان الموضوع ببساطه ان انا عندي السويتش ده، السويتش ده مثلا واصل ب ديستريبيوشن 1 ديستريبيوشن 2، فبرضو انا برضو مازال عندي ايه، عندي لوب، دي لوب اوكي، مازال عندي لوب. اذ كان انا عملت اللينك ده لير 2 فده يظل لوب كما هو، ولكن اذا كان لير 3 فانا قطعت اللوب عندي، قطعت اللوب عندي، مش شباب بقى مش في لازمه، ليه لازمه بقى الاسبانيك تري بروتوكول في القصه دي كلها. اوكي طيب ده كلام جميل. في احتماليه اخرى، في احتماليه اخرى، بس خلي بالكم هنا بقى، خلي بالكم هنا تمام. تعالوا نرجع فوق. لو كل اللينكات كلها لير 2، كلها لير 2، فانا ممكن اخلي الديفولت جيت واي على الفيلانز الكور ده او الكور ده تمام. وطبعا احنا ممكن، طب احنا ممكن نخليه يعني مثلا فيلان 10 من اللي هيبقى الديفولت جيت واي عليها، ممكن ده او ده، او ممكن الاثنين مع بعض، واعمل ما بينهم اتش اس ار بي مثلا، وده اللي هناخده في السويتشنج، يعني هناخد الريدندنسي في السويتشنج اتش اس ار بي. اوكي طب ده كلام جميل جدا. ممكن اخلي ده مثلا انا عندي فيلان 10 و20 و30 و40، ممكن اخلي السويتش ده ديفولت جيت واي على 10 و20 والسويتش والسويتش ده على 30 و40، ديفولت جيت واي على 30 و40. ده اذا كان كل اللينكات يا جماعه لير 2، ده كان ايه، لان الفيلان، الفيلان تمام عباره عن برودكاست دومين. اوكي فلما اما كلهم يبقى لير 2 فانا بوسع البرودكاست دومين بتاعتي، هتبدا من هنا لحد فوق خالص. اوكي طب اذا كان دول لير 3، لير 3 مش هتقدر الفيلانز خلاص بقى، يعني انا مش عندي، مش هقدر اخلي السويتش ده ديفولت جيت واي على فيلان 10 20 او 30 و40، مش هقدر اعمل الكلام ده كله تمام، لان انا كده ايه البيلان اخرها مش هتقدر تخش بالبودكاست دومين دي او دي، لان انا كده بدات اخلق بودكاست دومين ثانيه. طب اخلي بقى في الحاله دي ان انا اخلي الحاله الثانيه، ان انا يعني الحاله الاولى اللي هم لير 2 كلهم ما بين الكور والديستريبيوشن، الحاله الثانيه ان انا اخليهم كلهم لير 3، يبقى انا كده اقدر اخلي السويتش ده والسويتش ده يشتغلوا كده ديفولت جيت واي على فيلانز انفراستراكشر عندي في السايت. طيب كلام جميل جدا. وبالتالي اقدر مثلا سيرفر هنا محطوط في فيلان 10، برضو احط برضو هنا سيرفر في فيلان 10، ويصبح السيرفر ده والسيرفر ده والسيرفر ده بنفس البودكاست دومين. طيب يعني السيرفر ده بقى بودكاست هتسمع عند السيرفر ده وتسمع عند الايه السيرفر ده. كلام جميل. طب بي ديزاين تالنت في موضوع الانتراكشن او الانتراكشن ما بين لير 2 ولير 3، ايه هو؟ ان انا اخلي اللينكات ما بين الاكسس وما بين الديستريبيوشن تشتغل كلير 3 تمام.
تشتغل كايه كلاير 3. وهنا بقى انا قطعت السبامنج تري بروتوكول خالص بقى، يعني انا دلوقتي لغيت كل اللاير 2 لينكس، ما بقاش عندي ترانكات من الاخر كده، ما بقاش عندي ترانكات تمام. بس هنا في قصه ان انا دلوقتي عزلت، عملت عزل للفي لانز، عملت في يعني حاله كده اسمها الفي لانز ايزوليشن، عملت في لان ايزوليشن. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي عندي لو الراجل ده بعت برودكاست هيسمع اوكي عند السيرفر ده، لان هم بنفس الفيلان على نفس الايه السويتش، ولكن ما اقدرش اخلي السويتش ده يشتغل برضو مثلا على فيلان 10 في نفس السبنت اللي فيها فيلان 10 هنا. يعني فيلان طبعا كل فيلان مثلا بيكون ليها اي بي سب او نتورك اي بي، طب انا ما اقدرش اخلي السويتش ده في النتورك اي بي اللي ايه في السويتش ده. ليه؟ لان بمنتهى البساطه اصبح يعني انتوا تخيلوا كان السويتش كده كانه قلب راوتر، فهل ينفع مثلا انا اللان دي هيكون في نفس النتورك اللي فيها اللان دي، نفس الاي بي نتورك اللي في اللان دي؟ اكيد لا تمام. ليه؟ لان دلوقتي خلاص بقى دلوقتي اصبح كانه راوتر، اصبح كانه راوتر. ليه؟ لان اللينكات كلها حولتها لير 3. ففي الحاله الثالثه الجزئيه الثالثه دي انا كده عملت في لان ايزوليشن، ما اقدرش اعمل اكسبانجن في الفي لانز، يعني في لان 10 يكون شغال على السويتش ده وشغال على السويتش ده والسويتش ده والسويتش ده تمام. and that's what Cisco recommends، وده اللي سيسكو بتقترح عليك كمهندس شبكات ان انت تعمله، ان انت تعمل عزل للفي لانز. طبعا الموضوع ده حصل عليه إشكالية كبيرة جدا. أنا شخصيا بفضل في شغلي إن أنا ما أعزلش الفيلانز، بتظهر قصادي مشاكل. مثلا يا جماعة تخيلوا أنا ما أقدرش أعمل التصميم الجزئية الثالثة دي، يعني هقول لكم ليه؟ لأن بمنتهى البساطة أنا وده هناخدها بقى في الفيلان بإذن الله المحاضرة الجاية. أنا دلوقتي بيصادف عندي إن أنا عندي كذا مبنى مثلا أوكي وكلهم جنب بعض، بيحصل كده مثلا في المدارس، يعني إيه في مدارس دولية أنا اشتغلت على تصميم الشبكات بتاعتهم وكده، في كذا مبنى بقى إيه في المدرسة. طب كلام جميل. فأنا دلوقتي ببقى حاطط سويتش في إيه في كل مبنى، حولت لك المبنى الـ سويتش أهو تمام. كلام جميل. فكل سويتش واصل بأكسس بوينت، كل سويتش واصل، طبعا السويتش دي كلها واصله ببعض، كل سويتش هنا واصل بايه باكسس بوينت. هتقول يا باشمهندس انت كده عامل تشين ديزاين، اقول لك مش مشكله انا بشرح لك مثال. يعني لو انا طبعا يعني زي يعني في مدرسه انا عملت شغل السيستم نتورك بتاعتها والوايرلس نودز بتاعتها، فانا كل الموظف بيكون معاه عده اي بي 4 وايرلس، فهو لو بيتكلم بالعده الاي بي 4 وايرلس هو بيلقط وايرلس من هنا تمام. فانا حاطط كل ايه يعني انا حاطط كل الاكسس بوينتس دي على فيلان 10 او فيلان 20 تمام كده. كلام جميل. فهو وهو ماشي كونكشن الاكسس بوينت كونكشن الوايرلس عنده مش هيقطع. ليه؟ لان هو وهو ماشي تمام هي برضو السيجنالز هتنتقل على ايه هتاسوشيت مع الاكسس بوينت دي، وبعدين هيمشي برضو هتاسوشيت مع الايه الاكسس بوينت دي، وهيفضل الاي بي بتاعه ثابت، هيفضل ايه الاي بي بتاعه ثابت. ولكن لو انا عملت عزل للفيلانز كده الاي بي بتاعه هيتغير. هيتغير ليه؟ لان انا عملت عزل للفيلانز كما قلت لكم في الجزئيه الاخيره تمام. فانا بالتالي ده هيبقى فيه سبنت، بعدين لما ينتقل الاكسس بوينت واسوشيت معايا يكون في سبنت مختلفه، وفي التحويله من السبنت للسبنت النتورك هتفصل عنده او الكونكشن عنده هيفصل، فهو بيتكلم في التليفون ده اي بي 4 وايرلس، فهو دلوقتي كده مش هيقدر اللي هيحصل له قطع في المكالمه تمام. فطبعا في الحاله دي ما ينفعش حته جزئيه البي لاند ايزوليشن. اتمنى يكون الموضوع ده ايه مفهوم. نشوف بقى ايه دي بقى. طبعا السويتشات الكومن اكسس لاير سويتشز طبعا دي انا واخدها من كتاب سيسكو بريس تمام. الجدول ده من كتاب سيسكو بريس. خلي بالك بقى ان انت عندك دي السويتشات اللي انت هتصمم الاكسس لاير بتاعتك. سويتشات الاكسس لاير بتبقى عندك من 2960 اكس تمام، من افضل السويتشات اللي اشتغلت عليها 2960 وال 3650 وال 3850 اوكي. طبعا ال 4500 اي ده طبعا ده سويتش لينكس بيست اوكي. بس anyway يقدر تقدر تخلي السويتش ده على فكره ممكن تخليه اكسس، ممكن تخليه اكسس لان مالتيبل بورتس في. تخيلوا بقى كل ايه يعني ده تقدر تحط عليه موديولز. يعني تخيل بقى ان انت هنا موديول 12 بورت، يعني ممكن كل تحط فيه موديول، كل موديول اب تو 12 بورت تمام. لو انت كده عملت ايه
نزلنا كده تحت، خلي بالكو ان انا عندي الموديول هنا، لو انت عديت هنا ادي ده بورت 2 3 4 5 6 وهنا 12 تمام. طبعا سويتش السويتش ال 4500 رائع جدا. طب انا نرجع بس ايه اهو تمام. طيب ده السويتشات بتاعت الاي الاكسس. ممكن على فكره ال 4500 اي تمام وال 6500 برضه انت ممكن تشغلها ك ك كاكسس، يعني ممكن تشتغل كاكسس سويتش، ده ممكن يشتغل كاكسس، ممكن يشتغل ك ديستريبيوشن لاير سويتش، وممكن تشغله ككور، يعني ممكن تشغله كايه ككور. طيب نشوف تاني دي السويتشات الديستريبيوشن والكور اهو، ده 4500 اكس اللي فوق خالص اوكي. خلي بالكم ان انا بقى ايه في الفيتشرز مثلا عندي تمام. سويتش مثلا ال 6960 بيسبورت ريبل او اس بي اف بي او اي، طبعا احنا هناخد البي او اي في المحاضره دي. ال 3650 فول فيتشر دراوتنج افيلبل، يعني ده يقدر يشغل لك ريب او اس بي اف واي اي ار بي، ده معنى الكلام ده معنى الجزئيه دي، يقدر يشغل لك ريب او اس بي اف واي اي ار بي والقصه دي كلها وبي جي بي تمام. برضو نفس الكلام ال 3850 و ال 4500. خلي بالك ان انت هنا في وايرلس كنترولر، يعني انت ده ممكن تشغله كاكسس بوينتس اوكي، فده برضو يعني انت لو عايز تجيب سويتش بقى يبقى في انتجريتد اكسس بوينت، هات 3650 او 3850. وكذلك ال 4500 برضو نفس الكلام عندك برضو هنا خلي بالكم ان كل بقى ايه يعني عندك مثلا الاربعة 500 لو انت بصيت خلي بالك اللي بيبقى فوق خالص ده بيبقى الباور سبلاي تمام، اللي بيبقى فوق خالص ده بيبقى الايه الباور سبلاي. فعاده يا جماعه اي سويتش، فعاده اي سويتش بيكون على الاقل فيه السويتشات خصوصا الديستريبيوشن والكور بيكون فيها اتنين مدخل كيبل باور، يعني اتنين باور انبوت بورت تمام، واحد بتوصله على يو بي على النود بتاعتك الفيشه بتاعتك اوكي، واحد بتوصله على اليو بي اس زي مثلا اي بي اس تمام. ده اي بي اس ده من اشهر براندات في اليو بي اسات، اللي انت باليو بي اس ده اللي هو الارجنت باور سبلاي. انا دلوقتي عندي لو الكهرباء قطعت فانا دلوقتي السويتش كده فقد التغذيه الكهربائيه من المصدر الكهرباء الاساسي، فيقدر ياخد بقى من اليو بي اس. اليو بي اس ده يعني من اخر دايره شحن وتفريغ بعباره زي بطاريه كده، فانت هتغذي السويتش بتاعك تمام، خصوصا السويتش بتاعك بقى واصل السويتش بتاعك ده واصل بيه كاميرات مراقبه، الكلام ده كله ما فيهاش الكهرباء، ما تقطع كاميرات المراقبه تقطع الكهرباء بتاعتها تمام. طبعا فده طبعا ايه ملحوظه كده على السريع. التي كام والكام والتي كام والاس دي ام، تعالوا نتكلم عن الكام. الكام يا جماعه كونتنت اكسس ميموري، ده مسؤول عن تخزين الماك ادرس في السويتش. بمنتهى البساطه تعالوا نشوف ازاي السويتش بيخزن الايه الماك ادرس، ودي اتكلمنا بره عنها في الجزئيه في الـ NA. انا دلوقتي لو عندي سويتش اوكي واصل عليه جهاز كمبيوتر ده مثلا بي سي 1 وده بي سي 2 بي سي 2 تمام. الكام تيبل بمنتهى البساطه كده هعتبر ان هو كجدول بسيط جدا، في تو كولومز في عمودين كده البورت والماك اوكي. فانا هعتبر ان السويتش وصل على بي سي 1 عن طريق بورت 1 وبي سي 2 عن طريق بورت 2. هافترض ان الاي بي بتاع النتورك دي 10.0.0.0/24، فبي سي 1 واخد بوينت 1 وبي سي 2 واخد بوينت 2. الماك ادرس المفترض بتاع بي سي 1 هعتبر ان هو كوادراتيك 1. طبعا الماك ادرس عباره عن 12 ديجيت، كل ديجيت هيكسا ديسيمال، بس انا للاختصار يعني هعتبر ان هو ايه كوادرا هنا برده كوادراتيك 2، اعتبر ان هو اربع خانات بس. دلوقتي لو بي سي 1 عايز يروح لبي سي 2 عايز ياخد عايز يبعت له ملف اي حاجه، فبي سي 1 هيبعت ARP برودكاست مسج برودكاست على رايح على ديستنيشن ماك ادرس 12 اف. كلام جميل. هو هيدخل الARP تمام. الARP عباره عن ايه يعني هو هيدخل دلوقتي دي الباكت او الداتا ممكن نمسح بس كده تمام اهو الداتا، وهيرفق بيها سورس ماك وديستنيشن ماك. سورس ماك اربع وحايد، ديستنيشن ماك اعتبر ان هو 4 افس
تمام كده، وهيستلم السويتش، السويتش هيستلم الايه الباكت دي. طبعا الارب دي عشان جهاز واحد بيقول الجهاز اللي الاي بي بتاعه 10.0.0.2 يبعت الماك ادرس بتاعه، كلام جميل. السويتش هياخد الباكت دي، هيبص الاول على السورس ماك، اعتبر السويتش لسه بلانك، لسه وصل الجهازين دول، والكام تيبل او الماك ادرس تيبل فاضيه بقى، تمام. طيب السويتش هيقوم باصص على السورس ماك اول حاجه، هيقول ايه ده بي سي 1 انت واصل عندي على بورت واحد، لان طبعا السويتش استلم الباكت دي من بورت واحد، والماك ادرس بتاعك 4 وحايد، اوكي يبقى انا هسجل ان الماك ادرس 4 وحايد متوصل عندي على بورت 1، وبما ان السويتش لما يبص على الديستنيشن ماك هيلاقي 4 افس المفترض 12 اف، فالسويتش هيقوم السويتش هيقوم واخد الباكت دي ومطلعها من كل البورتس، كل الاب بورتس، فهيطلعها طبعا لجهاز 2، جهاز 2 هيرد الماك ادرس هي كذا، تمام، فهيبعت برده داتا، اوكي داتا تمام، وفيها سورس ماك 4 اتنينات وديستنيشن ماك، ديستنيشن ماك 4 وحايد، لان بي سي 2 هيرد على بي سي 1، تمام كده. والسويتش هيقوم بص على السورس ماك يقول الله بي سي 2 انت واصل عندي على بورت 2 والماك ادرس بتاع كوادراتيك 2، هيقوم مسجلها برده في الجدول بتاعه، ويبص على الديستنيشن ماك يقول ايه ده، يعني انت عايز تروح لاربع وحايد، يعني بي سي 2 انت عايز تروح للديستنيشن ماك، عايز تروح للجهاز اللي هو 4 وحايد. يقوم السويتش باصص على الجدول بتاعه هيلاقي ان 4 وحايد متوصل على بورت 1، يقوم مطلع الداتا من اوت اوف بورت 1. ده الاسلوب اللي بيملى بيه السويتش الايه الكام تيبل، تمام كده، كلام جميل. هنا نتكلم بس بشويه حاجات. التايم ستامب، ايه هو التايم ستامب؟ ان انا دلوقتي لو عندي السويتش سجل الاربع وحايد دي بيضيف التايم ستامب بتاعتها، يعني الوقت اللي اتضاف فيه الاربع وحايد الى الماك او الماك ادرس للكام تيبل، يعني الوقت اللي اتحط فيه الاربع وحايد في الكام تيبل بيحطه بوقت معين، مثلا 10:05 AM، يعني الساعه 10:05 اتحط الايه الماك انتري ده، تمام. ايه فايده الكلام ده كله؟ بمنتهى البساطه لان الكام تيبل اي كام تيبل انتري بتلاست الخمسه مينت 5 مينت، يعني بتقعد 5 دقائق، بما انه اضافه 10:05، تمام، فطالما هيقعد الماك ادرس ده في الجدول 5 دقائق وبعدين هيشيله، هنا في مشكله. هتقول لي يا سلام يعني كده يا باشمهندس هضطر كده يضيف الماك مره تانية والكلام ده كله، يقول لك لا، هو انت هيشيله، انت هيشيله لو مفيش داتا خالص، يعني البورت ده فضل ايدل يعني ان اكتف، مفيش اي داتا بتطلع ولا بتخرج ولا الكلام ده كله، تمام. يعني طالما البورت فضل ايدل، تمام، هيقعده 5 دقائق وبعدين هيشيل الماك ادرس. طبعا الحاله دي نادرا اللي هي بتحصل يعني، تمام. طيب بدا الايه الكام تيبل، بستفاد بقى من الكام تيبل بتحديد موقع جهاز معين، ان بمنتهى البساطه افترض عندي راوتر، اوكي، واصل، او بمنتهى البساطه عندي فاير وول ASA فاير وول مثلا، يشتغل ديفولت جيتوي واصل بسويتش عندي، والسويتش ده واصل بسويتش سويتش هنا واصل ما بينهم كده، وبعدين السويتش ده واصل بيه جهاز كمبيوتر. الفاير وول ده واصل على الانترنت. فبمنتهى البساطه انا جيت مثلا، انت كفاير وول ادمنستريتور جيت تبص الفاير وول يقول لك خلي بالك يا باشمهندس انت عندك جهاز بالماك ادرس مثلا 4 وحايد بيستهلك مثلا 90% من الباندوتس بتاعت الايه الانترنت او الباندوتس بتاعت اللينك ده، فانت عندك جهاز عامل ضغط على الباندوتس ده، يعني هو بمعلوميه الماك ادرس تقدر توصل للجهاز ده، تقدر توصل لمين؟ للبي سي ده، عن طريق مين؟ تروح على السويتش ده تقول له شو ماك ادرس تيبل، شو ماك ادرس تيبل، السويتش ده يقول لك ان 4 وحايد اعرفها عن طريق البورت ده، تمام، اللي هو مثلا فاست ايثرنت 0/1، وبعدين عن طريق شو سي دي بي نيبورت يعرف ان ايه السويتش المتوصل على، طبعا هناخد السي دي بي والال ال دي بي، سيسكو ديسكفري بروتوكول واللينك لاير ديسكفري بروتوكول، فانت هتعمل شو سي دي بي عشان على السويتش ده عشان تعرف مين السويتش اللي واصل بالبورت ده، تمام، هيقول لك ده السويتش اللي الاي بي بتاعه كذا، بتروح للسويتش ده، تمام، برضه شو ماك ادرس تيبل يقول لك ان 4 وحايد عندي متوصله على فاست ايثرنت مثلا 0/2، تمام، وبالتالي انت كده وصلت بقى ايه لمكان الجهاز اللي بيقدر اللي هو عامل لود على الايه
الكيبل او اللينك اللي ما بين الفاير وول وما بين الكور سويتش. طيب كلام جميل. ايه هو ده؟ احنا كده اتكلمنا عن التي كام او انا اسف عن الكام. انا بس نفك كده الوايت شيت. احنا قلنا هنا ملاحظات كده نراجع كده يمكن انا نسيت حاجه. ايدل كام انتري لاست 4 5 مينتس قلناها. التايم ستامبس اتكلمنا عنها. التي كام ايه هو التي كام؟ بصوا يا شباب التي كام انا لو حولت السويتش بتاع اللير 3 بامر اسمه الاي بي راوتينج، ممكن اكتب على جلوبال كده حول السويتش بتاع الايه للير 3. هنا السويتش بيقدر بيقلب الكام تيبل، تمام، بيضيف بقى جدول تاني اسمه التي كام. التي كام ده الجدول بقى اللي بيتخزن عليه معلومات الراوتينج، الاكسس ليستس، الكواليتي اوف سيرفيس، برول ايزكس. يعني ايه ثرو ايزكس؟ بمنتهى البساطه يا شباب الراوتر بيجي من عمليات الراوتنج بتاعته، اوكي، بيعملها ثرو سوفت وير بيز، يعني البروسيسور هو اللي بيقوم بعمليه الراوتنج، اكسس ليستس، الماتشز، الماسكينج، الكلام ده كله. لكن السويتش ما فيهوش بروسيسور، السويتش بيعتمد على الايزك، الهاردوير ذات نفسه هو اللي بيعمل عمليه الراوتنج. لكن انت عندك في الراوتر السوفت وير، الراوتر الاي او اس هو الامباور، هو اللي بيامباور او هو اللي بيقوم او هو اللي بيباور الراوتر، الاي او اس اللي على ايه الراوتر. لكن السويتش الايزك هو اللي بيباور السويتش، اللي بيخليه يشتغل يوبريت كل العمليات بتاعت الراوتينج والاكسس ليست كواليتي اوف سيرفيس، تمام. فالتي كام ده اللي بيتخزن بقى يعني جدول بقى ايه الراوتينج تيبل الشو اي بي اكسس ليست، الكلام ده كله، كل الداتا دي كلها بتتخزن في التيرنري كونتنت اكسس ميموري. طب تعالوا نبص كده على شكل التي كام، اوكي، ده شكل التي كام. انت تكتب show platform تي كام utilization، تلاقي مثلا هنا يوني كاست ماك ادريسز الماكس واليوزد، الماكس الماسكس هنا الماسكس 6364 اليوزد 311. هو ايه الماسكس دي؟ ايه هي الماسكس؟ الماسكس بمنتهى البساطه يعني طبعا يعني حته جزئيه الماسكس دي معقده شويه، فانا هحاول اقربها لك. انا تحت لو انت بصيت من تحت كده يقول لك ايه allocation of tcam entries per feature uses a complex algorithm. The above information is meant to provide an abstract view to the current tcam utilization. يعني هو بيقول لك ايه ان الانتريز الداتا اللي موجوده في tcam دي مبنيه على algorithm معقده، تمام، والمعلومات دي يعني المعلومات المكتوبه دي بتمثل صوره مبسطه شويه من ال abstract view، صوره موضحه ومبسطه شويه من اليوزر اللي بيبص عليها، تمام. anyway الماسك دي تخيلوا مثلا، تعالوا نتكلم، حد عارف الوايلد كارد ماسك؟ فاكرين الوايلد كارد ماسك؟ تمام، الوايلد كارد ماسك دي الماتشنج اللي بيعمله الايه الاكسس الاكسس ليست. ان انا دلوقتي لو عايز مثلا اعلم اقول بص انا عايزك يا راوت يعني هعمل اكسس ليست ماتش على 10.0.0.0/24، انا بس ساعتها مش بكتب 255.255.255.0، لا، الاكسس ليست بيماتش عن طريق الوايلد كارد ماسك. ايه هو الوايلد كارد ماسك؟ حاصل طرح ال 255.255.255.0 من 255.255.255.255. فالوايلد كارد ماسك هنا يطلع ايه 0.0.0.255. الماسكس هنا عندي بتمثل الجزئيه دي، بتمثل يعني بتشابه حته الوايلد كارد ماسك، تمام. يعني ده الاسلوب اللي الايزك بتاع السويتش بي ماتش الراوتينج والاكسس الراوتينج تيبلز والاكسس والراوتينج نتوركس او الراوتد نتوركس والاكسس ليستس والكلام ده كله. طبعا انت تلاقي هنا اي بي فيجن 4 كواليتي اوف سيرفيس سي اس سكيورتي سي اس والكلام ده كله. ذاتس اول اباوت التي كام. تعالوا بقى نشوف نتكلم عن الاس دي ام تمبلت. ال SDM templates انا كاتب لك هنا are used to determine the proper usage of switch. بمنتهى البساطة يا شباب انت ما تيجي تجيب switch كده، تمام، بيكون في متحمل بقى عليه الايه الاي او اس. تعالوا يعني اوريكم كده حاجة. ده عرض كان جاي يعني كان
كنت بعت لشركه، كنت عايز اشتري شويه ايه سويتش مثلا ال 2960 اكس اللي احنا اتكلمنا عنه، ومثلا انت بتلاقي هنا بعت العرض مثلا السويتش 2960 اكس 24 جيج باور اوفر ايثرنت، التوتال باور بتاعه 370 وات، في اربعه بورت اس اف بي، كل اس بي 1 جيج. anyway ده السعر بتاع السويتش. بس خلي بالك اللايسنس بتاعته تمام. اي سويتش بيجي لك باللايسنس، بس فين اللايسنس اللي هو ده ده الايه اللايسنس بتاعته $124 في السنه، مضطر ان انا بدفع $124 على السعر ده، وبعد كده بجدد بقى بايه بجدد اللايسنس بتاعتي دي. في حالات طبعا، في حالات ان انت بتشتري اللايسنس بتاعتك مره واحده وما بتجددش تاني، بس هنا انت بتدفع هنا مثلا ال $124، بس هنا بيديني ميزه ال $124 التجديد ده، ان انا مثلا سويتش عندي لو عطل او حصل فيه مشكله حتى بعد انتهاء فتره الضمان، لان بيقول لي 1 year hardware support تمام، والوارنتي بتاعي بيكون سنه. اوكي، ولكن انا دلوقتي عندي عدت السنه والسويتش اتحرق، حصل فيه اي مشكله، النكست داي ريبليسمنت بروسيس سويتش ده، النكست داي ده يعني ده بجدد بيه، بعمل باخد بيه خاصيه النكست بزنس داي ريبليسمنت. انا عندي السويتش حتى بعد انتهاء فتره الضمان لو باظ اقدر اجيب سويتش مكانه جديد في اليوم اللي بعده على طول تمام، ده مقابل ان انا بدفع $124. anyway انا عايز اوضح لك ان السويتش انت بتشتريه بلايسنس. اوكي، اللايسنس دي بتديك امكانيات في السويتش بتاعك تمام، بتشوف بقى ايه انت مثلا محتاج اي او اس سبورت ليك، اليوني كاست، اي بي فيرجن 4، الاي بي راوتنج انتريز، الكلام ده كله. انا بمنتهى البساطه الاس دي ام ده بيتكلم في ايه؟ قال لك ان انت الاي او اس انت جبته بيسبورت مثلا 100 فيتشر، يعني 100 فيتشر تمام. طب كلام جميل، مش من المناسب ليك ان انت تشغل ال 100 فيتشر كلهم مره واحده على السويتش. طيب ماذا لو انت مثلا عايز تخلي السويتش بتاعك ده يشتغل كلاير 2؟ اوكي، فانا مثلا انت محتاج 20 فيتشر بس، فانت شغل الاس دي ام تمبلت سبورت، او يعني اعمل كده اس دي ام بريفير مثلا ديفولت. اوكي، فهيقوم مشغل لك ال 20 فيتشر. طب انت عايز تشغله كراوتنج، اوكي برضو 20 ممكن تشغل، عايز تشغل كراوتنج فانت محتاج مثلا 80 فيتشر، فانت شغل الاس دي ام اللي سبورت ليك ال 80 فيتشر وهكذا. ده اللي بيتكلم القصه بتاعه الايه الاس دي ام تمام. تعالوا مثلا نبص هنا، مثلا انت بيقول لك ايه، انا عملت show SDM prefer the current template is desktop default template, the selected template optimization the resource optimizes the resources in the switch. بصوا يا جماعة بيقول لك the selected template optimizes the resources يعني optimizes يعني بيشكل او يعني بي operate resources بتاعت السويتش to support these level features for a routed interface and 1024 VLANs. بيقول لك مثلا هنا التمبلت دي اسمها الايه، التمبلت اللي انا شغال عليها دلوقتي هي desktop default. desktop default number of unicast MAC address 6K 6000 number of IP version port IGP groups plus multicast routes 1K. مثلا تعال بص هنا number of IP version port policy based routing اللي هو البي بي ار تمام. السويتش ده مش بيسب او التمبلت دي ما تسبورتش البوليسي بيست راوتنج، البوليسي بيست راوتنج تمام. طب انا عشان انا عايزه سبورت، لو الاي او اس عندك فعلا على السويتش ده بيسبورت البي بي ار، ممكن انت تكتب امر الاس دي ام بريبير راوتنج، الاس دي ام بريبير راوتنج، وتقريبا هيديك هنا هاف كي يعني 500 بي بي ار اي سي اس، يعني تقدر تعمل 500 انتري بي بي ار. طبعا الموضوع ده يعني انك توصل الرقم ده صعب جدا. اوكي، يبقى الرقم ده هيكفي وزياده تمام. هنا مثلا الكواليتي اوف سيرفيس السكيورتي، هنا مثلا مش هنا مش ده الاي بي فيرجن 6 تمام. فطبعا ده القصه بتاعت الايه الاس دي ام. طيب تعالوا بقى ايه نشوف الباور اوفر ايثرنت. الباور اوفر ايثرنت بمنتهى البساطه، لو انا وصلت السويتش بتاعي على
مثلا اكسس بوينت اوكي اي بي كاميرا تمام اي بي فون اوكي. دي اجهزه يا جماعه, الاجهزه الاكسس بوينت الاي بي كاميرا, الاجهزه اللي بتتعلق يعني خصوصا الاي بي كاميرا والاكسس بوينت يعني الاجهزه اللي بتتعلق دي بتبقى فيها مشكله. يعني مثلا تعالى نتكلم مثلا اي بي كاميرا. الاي بي كاميرا زي ما تيجي انت مثلا عندك اوضه كده تحط مثلا فيها الاي بي كاميرا عند الكورنر, تحط هنا كاميرا مراقبه كده عند الايه الكورنر, انت عشان تغذيها بكهرباء عندك حاجه من اتنين, اما ان هي تاخد كهرباء او الباور بتاعها من السويتش اللي توصل بكيبل ايثرنت على السويتش, او انك توصلها بادابتر. مشكله الادابتر يا شباب بتاعت الكاميرات المراقبه ان هي بتبوظ بسرعه. يعني مشكله الادابتر بتاعت كاميرات المراقبه اغلبها اغلب البراندات اللي اتعاملت معاها الادابتر بيقعد شهرين ثلاثه ويقوم فاصل خلاص قاطع تمام. فالافضل ان احنا نديله ايه, ان انت تديله باور من الايه السويتش باور اوفر ايثرنت باور على الكيبل الايثرنت بتاع الايه السويتش. طبعا ده بيتم بقى ايه احنا كده يعني بيتم عن طريق ان انت بيبقى عندك بقى ايه 8 او 4 بير في طبعا في الكيبل الايثرنت 4 بير تمام اهو. انا بستخدم بقى ايه 4 بيرز ل 2 للترانسميشن و2 للريسيف والاثنين التانيين بقى ممكن اخصصهم للباور. طيب كلام جميل. القصه بتبدا كالاتي, ان انا لو موصل مثلا اي بي فون, الاي بي فون برده ممكن اخليه ياخد باور من السويتش. الاي بي فون هناخد بقى كمثال كده, اول ما اوصل كيبل على الايه السويتش او اوصل كيبل على السويتش بعده اي بي فون مثلا, السويتش بيقوم باعت low voltage بيسنس الجهاز, هل الجهاز ده محتاج باور, هل بي سبورت الباور اوفر ايثرنت. طيب كلام جميل جدا, يعني السويتش الاول بيسنس. طيب كلام جميل, وبعدين السويتش الجهاز ده عن طريق بروتوكول سي دي بي او ال ال دي بي بيبعت للسويتش يقول له اوكي انا اقدر او انا ابسبورت البي او اي للسويتش. طيب السويتش يقوم باعت له الماكسيمم باور, يقوم يغذيه بالماكسيمم باور. طب الجهاز مش محتاج الماكسيمم, يعني مثلا السويتش لو شغال بيبعت مثلا 15.4 وات اوكي. طبعا الباور هنا حصل ضرب البولتج في قيمه البولتج في الامبير او في الكرنت تمام. فافرض عده التليفون مش محتاجه 15.4 مثلا, محتاجه 10.2 وات. طيب السويتش بيبعت الماكسيمم, يقوم الجهاز باعت للسويتش سيجنال تقول يقول للسويتش ان انا بسبورت ال 10.2 وات, يعني انا محتاج فقط 10.2 او 10.2.2 وات. يقوم السويتش مغذيه بقى بايه ب 10.2. يبقى القصه بتبدا من ان السويتش بيبعت لو فولتج او لو فولتج كارنت للجهاز, بيشوف بي سبورت بي او اي او لا, جهاز ثرو ال ال دي بي سي دي بي بيبعت له بقى بايه, بيقول له انا خلي بالك انا بسبورت البي او اي. السويتش يقوم بعت له الماكسيمم باور, يقوم الجهاز بعت له برده سي دي بي ال ال دي بي او سي دي بي او ال ال دي بي ايا كان الديسكفري بروتوكول اللي انت شغال بيه او الجهاز ده شغال بيه. يقوم بقى ايه الجهاز يقول للسويتش انا مثلا يعني 10.2 يكفيني في الوات تمام في الباور, يقوم السويتش بعت له 10.2. خلي بالكم ان السويتش بيكون بيه توتال باور, يعني مثلا لو احنا بصينا مثلا هنا سبيسيفيكيشنز بتاعت السويتش بتاع 2960, هنا البي او اي 370 وات اوكي. 370 وات ده التوتال بتاعه, التوتال بتاعه 370 وات, يعني بي او اي 370 وات اوكي. باغلب السويتشات لو انا مثلا سويتش 24 بورت او 48 بورت وهو بيسبورت مثلا عندي 370 وات ات اول, لو انا شغلت كل البورتس مفيش سويتش بيسبورت حته ان انا اشغل كل البورتس بتاع كل البورتس على الماكسيمم اوكي. يعني انا شغلت كل البورتس على الماكسيمم هيحصل ليكج عندي, هيحصل عجز. يعني مثلا لو شغلت كل البورتس بتاعتي على 15.4 في 48 انا كده هعدي 370 وات. انا يعني عندي مثلا 24 وات تمام. تعالوا نحسب مثلا ان انا اجيب كده الاي الكالكوليتر اوكي, وهقول 15.4 في 24 اوكي, فانا هنا 369.6 اوكي. كلام جميل, يعني انا السويتش اللي انا شغلته على مثلا ال 823 اف ده الماكسيمم بتاعه 15.4, فالسويتش عندي هنا هياخد
يعني التوتال بتاعه 370. طبعا لو شغلت كل ال 24 بورت على 15.4 369 يقول 370. يعني انا عندي هنا السويتش مثلا 370 بقى تقول لي كفي، كلام جميل يكفي فعلا، لكن المشكله عندي ان انا لو عايز اشغله مثلا على سيسكو يونيفرسال بي او اي اللي هو بيسبورت سيسكو يونيفرسال بي او اي 60 واط، فانا 60 واط لو قومت 60 واط دي على فكره تكفي ان انا اقوم لك ثين ورك ستيشن، يعني ثين ورك ستيشن او الاجهزه في نوعيه اجهزه كده اللي هي الجهاز كمبيوتر بقى بيكون عباره كده عن كيسه صغيره خالص كده، يعني في اجهزه كمبيوتر عامله يعني كيسه قد كف الايد ممكن السويتش يشغلها، ما تحتاجش بقى ان انت توصلها باور ب 220 فولت والكلام ده كله تمام. فطبعا هيحصل عندي عجز لو شغلت 60 في تخيل بقى 60 في 24 هيعدي الرقم ده بكتير جدا طبعا. اوكي فطبعا موضوع النيجوتيشن ده بيفيد في الحالات دي ان ما يحصلش ليك عندي. طبعا انا عندي السيسكو هي اول من بدا بفكره الباور اوفر ايثرنت عن طريق اللي هو سيسكو باور ان لاين، ده الماكسيمم بتاع 7 وات. وبعدين الاي تريبل اي بقى نزلت تو ستاندردز 802.3 اف ده 15.4 وات، وبعدين 802.2 اي تي 30 وات، وبعدين بقى سيسكو انتهت بسيسكو يونيفرسال بي اي ده 60 وات. اوكي مفيش ستاندرد اي تريبل اي بي سبورت 60 وات لحد دلوقتي تل ناو مفيش. اوكي كلام جميل جدا. انا تعالوا كده ايه نشوف مثال نبص كده. انا مثلا عندي السويتش هنا لو جيت مثلا عملت هنا شو باور ان لاين، شو باور ان لاين تمام، عندي مثلا هنا على فاست ايثر نت 0/1 السويتش عندي واصل هنا باي بي فون. اوكي هنا واصل هنا عندي هنا باي بي فون شغال هنا الماكسيمم 15. لو انا بصيت هنا في الافيلبل هنا عندي 370 وات تمام، اليوزد 6.3 ليه الاي بي فون عندي هنا ساحب 6.3. خلي بالك ان الماكسيمم 15.4، خلي بالك السويتش هنا شغال ب 802.3 اف، لكن هو مش بيديله 15.4 لا بيديله 6.3، فبقى هنا عندي 363.7 وات ريميننج كذا تمام. انا ممكن اخش مثلا على كونف تي اوكي انترفيس باس ريتيرن 0/0 ممكن اعمل باور فاست ايثرنت 0/1 تمام، ممكن اعمل باور ان لاين، ممكن اعمل نيفر او اوتو اوكي اوتو كده كده هيعمل كده الاوتو نيجيتيشن مع الاي بي فون. ممكن ولا اعمل هنا مثلا شو سي دي بي، شو سي دي بي نيبرز اها او توصل الاي بي فون. ممكن اعمل شو سي دي بي انتري اول انتريز اوكي توصل هنا باي بي فون. العده اللي انا موصلها عندي هنا 7960 تمام دوبلكس فول. مفترض ان يجيب لي هنا الباور بتاعته اوكي لكن اوكي نو بروبلم يعني حتى كمان مفترض يعني انا عندي بس الايه ممكن بس مش بيسبورت الجزئيه دي. anyway اخر بس حاجه عايز اتكلم عنها في البي او اي. انا مثلا جات لي كاميرا، يعني مثلا انا لو جيت بصيت ده عرض كنت بعته يعني احد الاماكن كان عايز طبعا كنت ركبت له سيستم شبكات عنده. فطبعا ده في العرض هنا بقى ايه حتى كمان يعني حتى بلان اوف ديليفري الكيبلينج وكذا سيرفر انفراستراكشر سويتشنج بيس 1 روتينج انستاليشن سويتشنج بيس 2 اي بي كاميرز انستاليشن. انا ده طبعا الديزاين اللي انا كنت عامله عنده اوكي. ده الكوتيشن العرض الاسعار انا كنت مركب له كاميرا الكاميرا اللي هي دي سي اس 6113 في. تعالوا بس ناخد دي كوبي وعلى الجوجل هكتب دي لينك. دي كاميرا دي لينك براند دي لينك. انا بقى عايز اوريك بقى ان انا مثلا جات لي كاميرا مثلا انا عايز اعرف انا اجيب لها بقى سويتش سبورت بي او اي كام الكلام بكله. اجيب مثلا السيرش هنا وكنترول في وادوس انتر.
شت تمام. طيب ممكن ناخد افتراض دي سي ام، ممكن يكون بس في خلطة هنا ولا ايه؟ اوكي لو احنا خدنا دي كده ودوسنا انتر، لا 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 ده ماشي، ممكن نجيب بير بزنس اي بي كاميرز. الدي سي 6000 كي مثلا، مثلا انا مثلا عندي كاميرا هنا، دي او كاميرا او الدور. لو انا مثلا فتحت السبيسيفيكيشنز تمام ونزلت كده على الباور، عايز اشوف بقى دي بتسبورت باور اوفر ايثرنت. الباور بتاعها اهو بيقول لك هنا بي سبورت 3 بي او اي 3 اف بي او اي. لو رحت مثلا على كاميرا تانية طبعا الماكسيمم باور بتاعها 6، يعني ده هتاخد 6 وات. لو نزلت عند الكاميرا دي مثلا 5 ميجا بكسل، دي بتهيألي هتاخد بقى باور تقريبا دي كلاس 0 اعتقد كده. نزلنا عند الباور، الباور 16 11.6 وات. خلي بالك ان انت هنا هنا بي سبورت اي تريبل اي 823 بي او اي كلاس 0. ايه هي الكلاسز دي؟ ايه هي بقى الايه؟ انا عايز اوريك الجزئيه دي عشان الكلاسز اعرفك الكلاسز. بص يا شباب، انا لو رحت هنا ال 823 اف ده بيبقى فيك انترنال كلاسز جواه. يعني انا مثلا لو انت لقيتها كلاس 0، هو بس الكاميرا دي محتاجه كلاس 0، يعني الماكسيمم هي عايزه تلعب. يعني خلي بالك 823 اف ده ليه كذا كلاس، يعني في كلاس 1 كلاس 2 كلاس 1. ده المينيمم باور بتاعه 4 وات. اوكي المينيمم بي سي باور، الماكسيمم البي دي باور عنده 3.84 وات. هنا برضو طبعا هي الفرق بقى بين الايه البي سي والبي دي، يعني انا مش عايز اخش فيه برضو، بس الفكره في ايه؟ ان انا مثلا انا عايز كلاس 0 تمام، فانا عايز اشتري سويتش او السويتش اللي انا هتاكد ان انا هركبه على الكاميرا تمام، لازم بي سبورت الكلاس 0 تمام. بمنتهى البساطه انا دلوقتي يعني الكاميرا دي انا عايزه تشتغل على البروتوكول 823 اف على كلاس 0 بي سبورت اب تو 15.4. طبعا هنا ده السامبل، السامبل بي ديز تمام. يعني هو حتى كمان هنا بيقول لك البي دي بريزنت الود تو ذا كيبل اند روز از ماتش از ات نيدز. The max PD تمام. Most PD powers will draw a fixed level of power. ان انت ما تجيب جهاز عايز توصله على ياخد power over ايثرنت بكل max power consumption تمام. يعني انا مثلا الاكسس بوينت، يعني الاكسس بوينت مش هيعدي في الواتس بتاعته. طبعا اللي على حسب بقى ايه نوعيه الاكسس بوينت اللي هتشتغل عليها. حتى الاي بي فونز، يعني الاي بي فونز ما تعديش، انا ما لقيتش اي بي فونز بتعدي ال 6.3. اوكي ذاتس اول اباوت البي او اي تمام. دي الكلاسز بتاعت الايه البي او اي. تعالوا بقى نخش في اللابات. تشالنجنج لاب 28 بيقول لك ايه ده اللاب بتاعي. بمنتهى البساطه كده انا عندي اللاب ده نتورك عاديه جدا. انا عايز مثلا بيقول لك فيريفاي الماك ادرس تيبل الكام تيبل، فيريفاي السي دي بي اون ايتش سويتش، وانيبل ال 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 دي بي اللينك لاير داتا ديسكفري بروتوكول، لينك لاير ديسكفري بروتوكول. طيب تعالوا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف كده اللاب عندنا تمام. ده بقى هنا عندي الراوتر واحد، ده اللاب بتاعي اهو. تعالوا نبدا نحط الكونفيجريشن كده ايه من الاول كده، نعمل مراجعه بسيطه جدا. انا عندي ده راوتر 1، ده فاست البورت اللي رايح الانترنال، ده فاست ايثرنت 0/0. اوكي كلام جميل. فانا هروح على راوتر واحد، هبدا مثلا اعمل هنا كونف تي، هعمل انترفيس فاست، هكتب انترفيس فاست ايثرنت 0/0. هدي اي بي، اي بي ادرس هو ايه بقى؟ النتورك 192.168.1.0، فخلي الراوتر 1.1 255 255 255.0. كلام جميل. وبعدين نو شوت داون، كلام جميل جدا. انا ممكن اعمل بقى ايه، اخش على سويتش 1. اوكي الكور هو اللي هو الكور عندي هنا.
ممكن اعمل انترفيس في لان 1 اديله مثلا اس في اي سويتش فيرشن انترفيس اديله اي بي 192.168.1.2 255.255.255.0 نو شوت اوكي. وممكن اعمل اشغل التلنت هنا مثلا ان انا ممكن اعمل انيبل سيكريت سيسكو يوزر نيم ادمن باسورد سيسكو بعدين اعمل لاين بي تي واي 04 هعمل هنا باسورد سيسكو لوجن لوجن لوكال ترانسبورت انبوت اول بعدين هروح بقى للسويتش 2 انيبل كونف تي انترفيس انترفيس في لان 1 اي بي ادرس 1.3 تمام. وبعدين انا شوت داون انيبل سيكريت سيسكو انيبل يوزر نيم ادمن باسورد سيسكو وبعدين لاين في تي واي 04 مفترض بقى احنا ناس سي سي ام بي مفترض عارفين الكلام ده كله لوجن لوكال يعني اطلب اليوزر نيم والباسورد اللي انا كتبتها في الجلوبال كونفيجريشن اللي هو اليوزر نيم ادمن باسورد سيسكو سويتش 3 enable comfy interface facilitator interface VLAN 1 IP address 192.168.255.0 بعدين no shot بعدين enable secret Cisco user name admin password Cisco وبعدين line VTY 0.15 0.4 هنا مش بي support هنا عندي من الا من 0.4 بعدين password Cisco login local exit بقول لكم ممكن نعمل transport input all اوكي كلام جميل. انا عايز اعمل DHCP هنا على الراوتر ف DHCP server هعمل IP DHCP pool اسميها مثلا LAN network 192.168.0/24 ممكن اكتبها 255.255.255.0 لكن ممكن اعمل space /24 default router الديفولت جيت واي هتكون 1.1 الدي ان اس سيرفر 4.8 وهحط الالترناتيف دي ان اس 4.3 لو انت عايز تسيف تعمل دو رايت ما تعملش الدو رايت هنا لان الدو الدو هنا معناه دومين تمام كده دومين نيم فانت ما تعملش هنا لو انت عايز تسيف خصوصا لو انت في امتحان مثلا anyway قال لك مثلا ايه قال لك اعمل DHCP configuration ما تسيفش من هنا بالدو رايت اعمل دو رايت من برا من جلوبال مش تحت الدي اتش سي بي تمام. طيب اوكي انا ممكن اعمل DHCP exclude ممكن اعمل IP DHCP excluded addresses او address 192.168.1 فالجهاز عندي هياخد من اول 101 كلام جميل. لو انا روحت ليه فتحت مثلا VPC عندي اللي هو ده اوكي وجيت عملت اي بي دي اتش سي بي الدي دي الديسكفري ديسكفري بعد كده الاوفر الريكوست الاكنولجمنت هو خد اهو 101 عندي. لو انا جيت عملت الشو اي بي على الفي بي سي ده يقول لي الماك ادرس بتاعه الماك ادرس كام بقى اخره 6800 الماك ادرس بتاع الفي بي سي ده اخره 68.00. طيب انا كده عملت بيزك كونفيجريشن كده قومت الايه الشبكه بتاعتي. طيب تعالى بقى على نعمل بقى فيريفاي الماك ادرس تيبل اللي هو الكام تيبل بقى نعمل شو ماك ادرس تيبل اوكي ال 68.00 اهو ده اللي هو لو انا عايز احدد مكان بقى الفي بي سي او مكان البي سي للماك ادرس بتاع 68.00 بيقول لك اللي هو متصل على 0/2 يعني انا لا بلسن على الماك ادرس ده من على البورت ده ايثرنت 0/2 تمام. طيب لو جيت كشفت كده الانترفيسز عندي ده ايثرنت 0/2 اوكي. طيب ده كلام جميل. وبعدين انا دلوقتي عرفت خلاص ان انا اعرفه عن طريق ايثرنت 0/2 لو جيت عملت الشو سي دي بي نيبر مثلا مين اللي متصل على 0/2 مين اللي هو ديفايس مثلا اي دي اسمه سويتش تمام وانا متصل والسويتش ده او السويتش ده اللي هو اسمه هنا سويتش ده 3 تمام. تعالوا بس ايه نعدل كده الكوفتي نعمل هوست نيم مثلا ده سويتش داش 1 اوكي ونروح على سويتش 2 نعمل هوست نيم سويتش داش 2 وهوست سويتش داش 3 نعمل هوست نيم سويتش داش 3 اوكي. طيب كلام جميل هروح هنا اعمل برضو شو سي دي بي نيبر
اها طبعا هو محتاج يرفرش، محتاج يعمل ريفرش. ها طيب كلير سي دي بي كاونتر تيبل شو سي دي بي شو سي دي بي نيبر شو لا 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 شو سي دي بي نيبر اه لسه طبعا هو محتاج بس ايه ياخد فتره شويه اهو وصل اهو تمام قلب اهو سويتشز اهو تمام سويتش ده 3 بيقول لك ان انا 0 سلاش 2 دي متصله بايه ب سويتش ده 3 ده اللي متوصل على الماك ادرس تمام كده كلام جميل جدا مثلا عندي هنا راوت ار داش 1 ده الراوتر عندي 7206 اكس في اكس ار والراوتر عندي متصل على السويتش ده على فاصله 0 السويتش ده 3 متصل على سويتش داش 1 ده ب 0 سلاش 0 برضو تمام ممكن اعمل هنا شو سي دي بي انتري اوكي انتري استريك اوكي سويتش ده 3 ده انا عشان اقدر اروحه افتحه بقى تلنت والاي بي بتاعه كام 1.4 الاي بي بتاعه 1.4 تمام انا دلوقتي عايز احدد مكان الجهاز تمام طيب هعمل هنا تلنت 192.168.1.4 اوكي اهو يوزر نيم ادمن باسورد سيسكو فتحت اهو سويتش ده 3 لو جيت عملت هنا سيسكو اوكي هنا الانيبل باسورد او الانيبل سيكريت سيسكو هعمل هنا شو سي دي بي ماك ادرس تيبل اوكي اهو 6800 ده متوصل على 0 سلاش 2 هل فعلا الفي بي سي متوصل على 0 سلاش 2 ايوه فعلا يعني انا كده من الكور قدرت احدد ايه الماك ادرس مكان الماك ادرس معين ده عن طريق بقى التتبع بقى انك تستخدم الجدول الكام تيبل وكذلك تستخدم السي دي بي تمام كلام جميل جدا السي دي بي طبعا ده زي ما احنا شفنا يقدر يعرفني بقى ممكن بقى ايه ديسكفري البروتوكول ده انت عن طريقه تقدر ترسم النتورك دياجرام بتاعتك بس الشرط ان يكون الاجهزه كلها متصله المتصله على السويتش سيسكو تمام ويوضح لك خلي بالك الاجهزه دايركتلي كونكتد يعني السويتش مثلا يوضح لك ار 1 سويتش 1 سويتش 3 لكن لو في سويتش 4 متصل على سويتش 2 ما يقراش ما مش هتقراه على جدول السي دي بي نيبر على سويتش 1 تمام فلازم يكون دايركتلي كونكتد ولازم يكون سيسكو طيب لو انا كده عملت هنا اهو طب انا عايز اعمل بس هنا اللاين كون زيرو عشان الرسائل اللي بتخش دي اعمل لوجن سينكرونس عشان ايه رسائل سيس لوج مسج دي ما تتدخلش عندي في الاوامر اللي انا بدخلها شو سي دي بي انترفيس اوكي اوكي تمام خلي بالكم ان الهولد طبعا عندي هنا في السي دي بي هنا 180 سكند تمام وبيبعت كل 60 سكند طبعا احنا ما احنا عملنا كلير للسي دي بي تيبل قعد قعد فتره شويه مفترض قعد دقيقه وبعدين جه تاني تمام ممكن بقى ايه شو سي دي بي انتري استريك استريك او ممكن اعمل شو سي دي بي انتري الورد اوف الانتري ممكن سويتش مثلا داش 3 كده لا ممكن اعمل شو سي دي بي نيبر بايب سيكشن سويتش داش 3 وريني في مشكله هنا ولا ايه طيب شو سي دي الله طيب نعمل تاني طبعا انا عشان داخل اوكي انا عشان داخل على السويتش اصلا داش 3 انا داخل عليه اوكي تمام انا لاين كود 0 حتى كمان اللاين كود 0 ما كانتش تنفع لا كنت داخل تلت في تي واي يعني لوجن سينكروس اكزت اكزت طيب شو سي دي بي نيبر سكشن سويتش ده 3 اهو ده طبعا انا بعمل فلتر بقى في الايه في الشو انا بعمل سكشن واكتب ال مثلا انت عايز تظهر السطر ده فانت اكتبه خلي بالك اكتبه سي سنت كي سنسيتيف او ممكن مثلا انا عايز اجيب اي حاجه تمام يعني السويتش مثلا انا عايز اجيب السويتش اللي واصل يعني السويتش اللي واصل على سويتش داش 1 عن طريق اي سنت 2 ممكن اعمل كده شو سي دي بي نيبر نيبرز سكشن ايثرنت 0 سلاش 2 سبيس 0 سلاش 2 يعني ده كي سنسيتيف طيب كلام جميل طيب ده السي دي بي طب ال ال دي بي ده بقى
اوبن ستاندرد، يعني ده يوضح لك بقى ايه حتى الاجهزه نون سيسكو، نون سيسكو ديفايسز. لو انا مثلا موصل اكسس بوينت دي لينك او لينكسس، او انا موصل اي بي كاميرا، طبعا انا ممكن اشغل بقى الايه ال دي بي بتاعي بحيث ان هو يقدر بقى يظهر لي الاجهزه اللي هي النون سيسكو. تمام، اكتب كده ال دي بي رن كده، انا شغلت كده ال دي بي. وبعدين ممكن احدد بقى التايمر بتاعي ال دي بي تايمر كل 30 سكند. تمام، ممكن اعمل ال دي بي الهول تايم اخليه مثلا 90 سكند. اوكي، وبعدين اخش بقى مثلا على انترفيس مثلا ايثرنت 0/2، انا عايز اشغله على انترفيس ايثرنت 0/2. هعمل ال دي بي ترانسميت ريسيف الترانسميت. تمام، يعني enable ال LDP transmission on interface، يبدأ بقى يطلع الباكتس بتاعت ال LDP، باكت ديسكفري بتاعت ال LDP. تمام، بس مش هيستقبل، لان انا الا لو عملت يعني انا يعني هيبعت ولكن مش هيستقبل. تمام، يعني هو هيبعت هيقدر يقرا اي حاجه ال LDP بره، ولكن اللي بره مش هيقدر يقراه الا لو فعلت ال receive. هعمله مره transmit، ممكن اعمل وهعمله مره ثانيه receive. اوكي، كلام جميل. هروح على سويتش داش 3، هعمل LLDP run. تمام، LLDP timer 30 second، LLDP hold time. تمام، وبعدين interface ethernet 0/0 لانه واصل على سويتش داش 1 ب 0/0. وبعدين هعمل LLDP transmit، وبعدين LLDP receive. exit، وعملت شو LLDP neighbors. اها لسه اها ال ال دي بي نيبرز. تمام، اظهر لي فعلا سويتش داش 1 اهو. تمام، لوكال انترفيس انا بتوصل عليه باللوكال انترفيس. البورت اللي السويتش داش 1 يعني البورت بتاع، يعني هو هنا خلي بالكم ايه الفرق بين البورت ده والبورت ده. انا سويتش داش 1 واصل، انا دلوقتي على سويتش داش 3، بس سويتش داش 1 واصل على سويتش داش 3 عن طريق البورت ده. تمام، يعني ده البورت اللي على سويتش داش 1، وسويتش داش 3 واصل على سويتش داش 1 بالبورت ده. طيب ده كلام جميل جدا. That's all about ال LDP و LCDP. تعالوا نشوف ايه المطلوب الثاني او الثالث. انا كده خلصت لاب 28. تعالوا بقى نشوف اللاب اللي بعده، لاب 29. بيقول لك verify ethernet 0/0 الانترفيس 0/0 و set ethernet 0/0 to full to P full duplex with fast ethernet 0/0. طيب انا دلوقتي عايز اعمل verify ethernet 0/0 on switch dash 1. لو انا رحت على switch dash 1 وجيت عملت show interface ethernet 0/0. اوكي، طيب المعلومات دي مهمه جدا يا جماعه. انا محتاجك بقى ايه تشوف تركز على شويه حاجات. اوكي، ايه هي؟ اول حاجه بيقول لك هنا الايثرنت 0/0 is up line protocol is up. is up هنا يعني as a physical layer، as a physical layer البورت بياخد باور، البورت بياخد باور، واز باور هو up. line protocol حالته ك layer 2 up، حالته في الداتا لينك up. طب انا ممكن على فكره بورت يكون تلاقيه up وداون، تلاقيه في حاله واحده بس، ان انت تلاقيه يعني فيزيكال هو اب ولكن از لاين بروتوكول از داون. ده في الحالات السيريال، ان انت مثلا عندك راوتر اوكي متصل براوتر سيريال، فانت عملت هنا نو شت داون ولكن هنا البورت لسه شت داون، هتلاقي البورت ده حالته كفيزيكال اب وحالته ك لاين بروتوكول از داون. دي الحاله اللي بتحصل فيها الكلام ده. تمام، لو انا جبت تحت تاني تيرمينال. اوكي، طيب مثلا نبدا نلاحظ بقى مثلا الايه، بس عشان عايز اكبر التيرمينال شويه، الباندوتس هنا 10 يعني 10000 كيلو بت بير سكند، يعني ده يعتبر 10 ميجا بت بير سكند. ايثرنت 10 ميجا بت بير سكند الماكسيمم بتاعه. نبدا بقى ننزل كده الانبوت او الكيب الايف الاوتو. هنا في ده اوتو دوبلكس. تمام، ده اوتو سبيد. انا الرساله دي مضايقاني،
الرسائل دي بدأ يعني ممكن اعمل ايثرنت 0 دوبلكس بول. المفترض انا كنت اعملها معاكم يعني حاططها في الاوبجكتيف، بس انا ايه هوريها لكم دلوقتي يعني انا هشرحها مره تانية. اوكي نبدا بقى ايه نشوف نركز بقى على هنا مثلا بيقول لك ايه last clearing of show interface counters never. خلي بالكو ان انا بيظهر قدامي مثلا ان انا جيت عملت او تعالوا بص يا جماعه نكتب ده كده على الراوتر مثلا شو هنا كده كده نفس الايه قصه شو انترفيس 0 نفيريفاي من هنا بقى تمام. طيب هنا last clearing of show interface انا ممكن اعمل يعني ممكن بس ايه يعني تلاقي سويتش اوكي يعني حتى خصوصا في الباكت انبوت والباكت اوتبوت تمام. يعني انت ممكن هنا في الباكت انبوت تلاقي الباكت انبوت مثلا دخل 1000 تمام، ولكن الباكت الاوتبوت تلاقيها مثلا معديه 50000 وتلاقي في فرق شاسع ما بين الاثنين. ده بسبب موضوع الايه اللي انت مثلا جيت عملت مثلا تعديل في الانترفيس، عملت تعديل في الراوتر. فالافضل ان انت تيجي تعمل كلير شو انترفيس كاونتر، يعني ان انت تعمل كده كلير اهو كلير تمام clear interface تمام fast ethernet 0/0 اوكي ده انت كده هتمسح الكاونترز بتاعته يعني انا كده همسح الكاونترز بتاع الديتيلز الموجوده هنا. انا بس عايزك تركز بقى على شويه حاجات. لو تعالوا مثلا هنا في الانبوت كيو السايز الماكس الدروبس البلوشز احنا عشان نفهم بس الحته الانبوت كيو عايزين نعرف ان الانترفيس يا شباب في السويتش تمام الانترفيس في السويتش بيعتمد على الايزك تمام. انا مثلا بيحصل عندي ان انا هنا التوتال لو انا لقيت التوتال اوتبوت دروبس 0 انا المفترض ما الاقيش اي رقم عندي بيزيد هنا في السطر بتاع الايه الانبوت كيو. ولو زاد تمام لقيت بدا يبقى عندي بقى زياده في الرقم مثلا بتاع التوتال اوتبوت دروبس تعرف هنا ان من الاخر في سبيد مس ماتش. يعني مثلا انا موصل سويتش او بورت 100 ميجا بت بير سكند على او 10 ميجا بت بير سكند على 1000 ميجا بت بير سكند هنا يبدا بقى تلاقي ايه باكت دروبس تمام. فانا يبقى عندي كده ده التفسير بتاع لو عندي التوتال اوتبوت دروبس بقى داون. الانبوت ريت الاوتبوت ريت يعني ماشي ده انت بتقدر بقى تشوف منه ايه الريت بتاع النقل بتاع الانبوت والاوتبوت مش مهم قوي يعني تمام. هنا الباكت انبوت تمام بيجيب لك هنا بالبايت هنا 43,687 بايت ريسيفد هنا خلي بالكو البرودكاست هنا الانبوت دي مهمه جدا الكاونتر دي مهمه جدا. لو انت لقيت عندك الكاونتر بتاع البرودكاست بيزيد انت عمال يزيد بس بطريقه كبيره يعني انت 588 بعد كده جيت لقيته 1000 بعد كده جيت لقيت 1500 وهكذا انت تعرف كده ان انت في مشكله عندك في لوب عندك في او نتورك كونجستشن عندك في الشبكه عندك. اوكي هو هنا السويتش خلي بالك بيقول لك ان انا استقبلت 588 برودكاست فريم. اوكي كلام جميل. الرنت فيه علاقه عندي ما بين الرنت والانبوت ايرورز. هو الرنت امتى يحصل او الرنت ده معناه ايه تمام. الرابط معناه بمنتهى البساطه ان انا عندي باكت اوكي بس شورت فريم يعني باكت قليله في الحجم تمام. الجاينت عكسه الجاينت عندي باكت تمام ولكن او فريم ولكن حجمها زياده عن المسموح به تمام. ده بيحصل في حاله الدوبلكس مس ماتش ان انا لو عندي مثلا سويتش هنا والسويتش هنا اوكي وده فول دوبلكس ده هاف دوبلكس وده فول اوكي فانا عندي السويتش ده يعني الفول ده عمال يبعت وده هيبعت خلاص تمام ولكن اقول لا ستوب
انا مش هبعت لان انا هاف، انا بستقبل دلوقتي داتا تمام. يعني انا بفرض ان انا يعني بيحصل هنا عند السويتش اللي هو الهاف مش الفول، الرانت عدد الزياده بتاعته بتكبر في هذه الحاله تمام. ان انا مثلا جه عندي هنا هاف والهنا الفول بيحصل عند الهاف، الهاف لقى اللينك ايدل تمام تمام التمام بتاع جه خلاص هيدي الديسيجن، ادى الديسيجن لكن استقبل باكت، يقوم وقف على طول الباكت اللي هو كان هيبعتها تمام. ده في الحاله دي بتحصل الرانت تمام. برضو الجاينت لو انا بس قبل ما نتكلم عن الجاينت تعالوا بس برضو نبص على الانبوت ايرورز. الانبوت ايرورز برضو ان انا كل ما عدد الرانت عندي بيزيد الانبوت ايرورز بيزيد، لكن لو لقيت الانبوت ايرور بتزيد ولكن الرانت زيرو تعرف كده ان في مشكله في الكيبل، في مشكله في الكابل ذات نفسه تمام. طيب الجاينتس، الجاينتس بيشبه عندي الجامبو فريمز. حد سمع عن الجامبو فريمز؟ الجامبو فريمز لو انا مثلا عندي ESXi ورك ستيشن ESXi تمام عليه كده وبي وير ESXi وانا موصله على سويتش وموصله على سينز ستورج تمام. طبعا انا عندي هنا عامل في ام كذا في ام 100، كل في ام 100 بتوصلها على الاستورج بتاعتها في السان. انا ممكن اعلي طبعا الام تي يو بتاعت اي باكت المفترض باي ديفولت هي 1500، ولكن انا ممكن اعليها مثلا ل 9000 بايت. اوكي 9000 بايت تمام. فالباكت لو هتاخد يعني تاخد سايز 9000. طب انا لو مش مكونفيجر السويتش بتاعي ان هو يتعامل مع الجامبو فريمز كده هتلاقي بدا عندك عدد الجاينتس عندك بيزيد تمام. طيب في حاجه تاني الريسيتس. الريسيتس دي الريسيتس يعني اللي هو الانترفيس بقى اب اند داون اب اند داون. يعني الانترفيس عندك جيت هو بقى كان اب بعد كده داون بعد كده رجع اب تاني كده بتلاقي عدد الانترفيسز عندك بتزيد. بتحصل بنسبه كبيره جدا في ترانسيفر. حد اشتغل منكم على ترانسيفر؟ الترانسيفر ده عباره عن كونفرتر بيحول من فايبر لايثرنت. بيستخدم بقى ان انا لو جالي مثلا كابل فايبر من سايت خارجي والسويتش اللي عندي اللي هستقبل عليه الفايبر ما فيهوش اس اف بي تمام او ما فيهوش شبك ما فيهوش مانيول فايبر، فانا بجيب الترانسيفر وبوصله بالفايبر وطلع كابل ايثرنت اوصله عندي على الايه على السويتش. مشكله الترانسيفر اغلب الترانسيفرز ان انا يعني ايه اتعاملت معاها تمام، هو ما فيهوش استقرار في اللينك. ان انت تلاقي عندك يعني مثلا كل ساعه تلاقي الانترفيس ياخد اب اند داون اب اند داون مرتين مثلا في الساعه او مره في الساعه، فانت تلاقي عندك هنا الانترفيس ريسيتس عندك بتزيد تمام. طيب الكوليجن واللي كوليجن، كوليجن ده بيحصل في حاله المس ماتش الدوبلكس مس ماتش تمام. الليت كوليجن ده الكوليجن اللي بيحصل في الباكتس اللي بتزيد. يعني مفترض يا جماعه الكوليجن العادي بيحصل في الباكت قبل ما توصل ل 512 تمام، قبل ما توصل ل 512 ايه 512 بايت. ده لو تم اكتشاف الكوليجن بالباكت اللي بتتبعت يعني مثلا هنا انا موصل هنا ده شيرد لاين تمام، وفي هنا اهو جهاز هنا تمام، وعندي هنا بي سي برضو وهنا في بي سي. لو انا عندي ده بيكلم ده فيعني مثلا 1 بيكلم 2، طب انا عندي 3 عايز يبعت ل 4 جي يبعت اوب كوليجن تمام. فالكوليجن بيتم اكتشافه على الباكت الباكت قبل ما توصل ل 512 بايت. اما اذا زادت او عدت الليمت بتاع ال 512 بيتم اعتبارها كليت كوليجن. الليت كوليجن امتى يحصل؟ الكوليجن العادي يحصل لو انا موصل سويتش فول دوبلكس او بورت فول دوبلكس على هارد دوبلكس فدوبلكس مس ماتش. طيب دي الحاله تحصل فيها كوليجن اللي انت بتلاقي الرقم عندك هنا بتزيد بيزيد تمام. كوليجن واللي كوليجن، الكوليجن عندك هنا بيزيد. طيب اللي كوليجن في اغلب الاحوال يحصل اما في مس ماتش دوبلكس مس ماتش تمام، او اما دليت كوليجن، او اما الكابل يكون اطول من اللازم. يعني انا مفترض عندي الكيبلز تمام قصها 100 متر، ولكن طبعا في كيبلز ممكن تزيد عن 100 متر ممكن يعني على حسب برضو ايه جوده الكيبل، ولكن انت مثلا عندك بيسبورت ال 100 وانت رحت وصلته لحد 150 فده يعمل عندك ليت كوليجن. ده يعمل عندك ليت كوليجن لو في مس ماتش. لو في انا عندي هنا سويتش مثلا واصل بسويتش وده هاف وده فول والكيبل اللي عندي هنا بيزيد عن مثلا 100 متر او 120 متر هنا يبدا يحصل ليت كوليجن. بيتم اكتشاف الكوليجن ولكن متاخر طبعا لان طول اللينك بقى ايه بيبقى كبير جدا تمام.
دي القصة بتاعت الانترفيس كاونترز بيفيدك جدا جدا في عمليات الكي شوت. طيب انا عندي مشكلة ان انا عندي في التوبولوجي ان انا فاست ايثرنت زيرو زيرو شغاله فول دوبلكس ولكن ايثرنت زيرو زيرو شغاله هاف دوبلكس. عايز اعالج مشكله المس ماتش دي، اعالجها ازاي؟ انا بمنتهى البساطه اروح للسويتش داش 1 واكتب هنا سيسكو انيب كونف تي انترفيس ايثرنت زيرو زيرو دوبلكس 4 تمام، وبعدين اروح على راوتر 1 تمام، اروح هنا كونف تي انترفيس فاست ايثرنت زيرو زيرو برضو اعمل دوبلكس 4. ممكن اعمل هنا كلير للانترفيس كاونترز، ان انا اعمل هنا clear counters fast ethernet 0 0 تقريبا هو ده، هو ده counters تمام confirm. ايوه اهو، لو جيت عملت show interface fast ethernet 0 0 اها. طب بصوا بقى يا شباب بدا ايه 2 packets اهو، يعني انا دلوقتي لو ملاحظ كان في سطر، يعني انا فوق خالص تمام، قال لي ايه ده تحت اللاست انبوت، اللاست انبوت قال لك لاست كليرنج شو انترفيس كاونترز نيفر، يعني ما اتعملتش ما اتكتبتش، لكن انا كتبتها فاختفت بقى من تحت اهو. طبعا بيقول لك هنا اه لاست كليرنج شو انترفيس كاونترز، بديك الوقت او اللي انا عملت فيه لا ده مش بديك الوقت بقى، بديك المده اخر يعني ايه ديوريشن، يعني انا عدى دلوقتي 35 ثانيه من ساعه تم عملت الايه ال clear counters interface تمام. طيب كلام جميل، ده that's all about اللاب اللاب رقم 29. شوف بقى اللاب الاخير الargesable لو انا بمنتهى البساطة طبعا ده هناخده بقى ان شاء الله في البورت سيكوريتي، يعني احنا في محاضرة مستقلة عن البورت سيكوريتي. بمنتهى البساطة ان انا لو جبت سويتش كده وواصل على بورت، البورت ده واصل على جهاز كمبيوتر، انا ممكن اعمل بورت سيكيورتي عفوا على البورت ده تمام، وبحيث ان انا اعمل فيه الماكسيمم ماك ادرس نمبر ماك ادرس الماكسيمم اللي كونكت على البورت ده بيبقى 1 اوكي. ممكن اعمل فيوليشن شوت داون لو انا عندي مثلا عدد الماكات عدت عن واحد، او ممكن اعمل اسجل ماك ادرس بعينه يتسجل على السويتش، ممكن اكتب الماك ادرس هارد كودد او اني اقول للسويتش سويتش بورت سكيورتي ماك ادرس ستيكي، يعني هو البورت يعني اول ماك ادرس السويتش يسجله في الكام تيبل هو يسجله عنده بجدول الستيكي ماك ادرسز. الفكره بقى عندي لو حصل فيوليشن البورت ما بيبقاش وضعيت شوت داون، خلي بالكو البورت ما بيبقاش في وضعية شت داون، هو بيبقى في وضعية الـ disable، وضعية الـ error او الـ error disable او الـ error disable، ده حصل violation عليه فروحت انا ايه قلت قلت للسويتش ايه في البورت، في حالة ان حصل violation ايه في البورت. انا بقى عايز اتعلم ازاي اعمل auto recovery، ان انا طبعا مش كل بورت يعمل عليه violation، اجي اخش انا كادمنستريتور على البورت واعمل شت داون ونو شت داون افتح البورت تمام، انا ممكن اخلي السويتش هو اللي يفتحه تمام، ممكن حدد الانترفال بتاعه. فخلي بالكم بس ال air disable دي مش ممكن تكون مش بسبب الايه البورت سكيورتي بس، يعني ممكن لا ممكن البورت يكون في حاله air disable يعني شت داون في حاله الاير ديسيبل لاكتر من سبب، ممكن طبعا بقى ناخد بقى في الاسبانيك تريد تكون بي بي دي جارد والكلام ده كله، في حاله ان حصل فايوليشن مثلا جزئيه معينه كالاسبانيك تريد بروتوكول اتبعت لك او استقبلت مثلا بي بي دي يو اعمل بلوك او اعمل او اقفل البورت الكلام ده كله. طبعا في اسباب كتير لل ال الاير ديسيبل تمام. لو انا جيت مثلا فتحت السويتش ده هو مثلا بيقول لي على سويتش 3 اهو سويتش 3 تمام، لو جيت مثلا جيت كتبت انيبل سيسكو اوكي كونف تي وجيت عملت اير ديسيبل ريكفري، انا هنا خلي بالكم انا عايز افعل خاصيه ان لو حصل اي تعالوا يعني تعالوا قبل ما نتكلم على الاوتو ريكفري ده والكلام ده كله تعالوا نعمل ايه بورت سكيورتي. لو انا جيت مثلا تقريبا انا عامله هنا مثلا ايه ممكن اشوف كده انا عامله ولا لا انترفيس ايثرنت 0/2 ممكن اكون لا مش عامله لا مش معمول، بس انا ممكن اعمل كونف تي ماشي انترفيس ايثرنت 0/2 سويتش بورت بورت سكيورتي سويتش بورت
دايناميك سويتش بورد تايب لازم ادخله الاكسس الاول. طبعا كل ده هيكون ليه محاضره مستقله يا جماعه عن شرح البورت سكيورتي ده. بعد كده سويتش بورد بورت سكيورتي، سويتش بورد بورت سكيورتي ماك ادريس ستيكي، سويتش بورد بورت سكيورتي ماكسيمم 1، وبعدين سويتش بورد بورت سكيورتي فايوليشن شت داون. تمام حلو. لو انا جيت عملت دو شوران انترفيس ايثرنت 0/2 اوكي، طبعا هو لحد دلوقتي ما سجلش الماك ادرس. لو انا جيت على بي سي 1 ده انا تقريبا فاتحه في التيرمينال هنا بي سي 1 ده، وجيت عملت بينج على 192.168.1 اكبره كده ان هو يبعت باكيتس. جيت السويتش 3 جيت عملت اهو، خلي بالكم بصوا سجل الماك ادرس بتاع الايه الجهاز ده. تعالوا نعمل فايوليشن، تعالوا نعمل فايوليشن. نعمل فايوليشن ازاي؟ بمنتهى البساطة تعالوا نجيب بي بي سي تانية ديليت ونوصل. طبعا انا هنا بقى هوصله على ماك ادرس مختلف كده بقى، على كليك يمين نعمل ستارت، نفتح بقى الايه بي سي 2، نعمل اي بي دي اتش سي بي. لو جيت عملت اي بي دي اتش سي بي كده المفترض البورت يقفل. بصوا يا شباب بورت اهو قفل. تمام خلي بالك بقى، تعال نشوف الرساله بالظبط قال ايه. بيقول لك بورت سكيورتي بي اس سكيور فايوليشن، سكيورتي فايوليشن اوكيرد كوزد باي ماك ادرس. قال لك الماك ادرس اللي عملت الفايوليشن 68 اخره 6801 اون بورت ايثرنت 0/2 وهو قفله. لو انا جيت عملت دو شو ران انترفيس دو شو انترفيس ايثرنت قفل البورت، بس خلي بالك قفل البورت بوقت الاير ديسيبل. خلي بالك ان هو بيقول لك الفيزيكال البورت ايثرنت 0/2 داون، لاين بروتوكول از داون، اير ديسيبل. طب انا عشان افتحه، انا عشان افتحه تمام، انا هرجعه تاني ل بي سي 1 اوكي، هرجعه تاني اهو اوكي تمام، افتح تاني. انا عشان افتحه بقى خش على انترفيس ايثرنت 0/2 وبعدين اعمل شوت داون، انقله على وضعيه الشوت داون وبعد كده اعمل له شوت داون. كده اقدر افتح الايه، اقدر افتح البورت. طيب انا بقى عايز اعمل اوتو ريكفري، يعني انا عايز البورت يتفتح لوحده من غير ما انا اكتب بايدي شوت داون ولو شوت داون. طيب نعمل ده ازاي؟ بمنتهى البساطه هعمل كده من بره بالجلوبال كونفيجريشن اير ديسيبل، اير ديسيبل ريكفري كوز. ايه سبب الريكفري؟ انت عايز تعمل ريكفري. بصوا يا جماعه كل دي حاجات تمام، ممكن بي بي دي جارد اتش اس بي ريت ليميت دي تي بي فلاب، كل دي حاجات ممكن ستورم كنترول. يعني كل دي حاجات انا لو حصل عليها فايوليشن او فيتشرز لو حصل عليها فايوليشن اخلي البورت يكون في وضعيه شت داون. انا عايز الكوز بتاعي، الكوز اللي هو الحاله اللي هيحصل البورت يكون اير ديسيبل شت داون، هو البي اس سكيور فايوليشن اللي هو بورت سكيورتي فايوليشن. تمام بقى اكتب انا بي اس كيو فايوليشن، وبعد كده اعمل اير ديسيبل ريكفري انترفال. الانترفال هيرجع بعد قد ايه؟ سيسكو سمارت اناف اللي هي خدت بالها من حته ان انا اقل تايم عندي 30 ثانيه، يعني ممكن اقل تايم 30 ثانيه. تمام يعني في بعض التساؤلات بعض الانتقادات، طب انا ليه يعني توجهت لسيسكو في خصوص الايه كونفيجريشن دي، انا ليه ما خليتهاش مثلا 5 ثواني ثانيتين بتاع. تمام يعني الموضوع بمنتهى البساطه طالما انت هتعتمد على هتعتمد على الاوتوميشن، يعني السويتش هو اللي هياخد القرار مكانك، لا السويتش بقى هيستنى شويه، هيستنى شويه. تمام لان بمنتهى البساطه ممكن الجهاز اللي عامل فايوليشن لسه يكون متوصل على الايه السويتش. تمام بمنتهى البساطه السويتش هيقعد 30 ثانيه في حاله ان ما جاتلوش اي باكت السورس راك اللي هو الفايوليتد. تمام يعني بتسجل في سورس ماك الفايوليتد، هيفضل ايه السويتش كده، لو ما جالوش اي باكت المفترض بعد 30 ثانيه السويتش هيحوله الاب. تمام طب ده كلام جميل. يعني بمنتهى البساطه انا ليه عملت ليه اقل حاجه 30 ثانيه برده عشان الناس اللي برده ايه لسه مش فاهمه. انا يا جماعه وصلت السويتش على الجهاز الفايوليتد اللي هو مش مسموح له اللي هو يخش. تمام وهو اي باور اون البورت بعد 30 ثانيه. تمام طيب انا ممكن الجهاز يفضل متوصل ولكن السويتش هيفضل فتره معينه، مش هيفضل فتره معينه، لو ما استقبلش اي باكت من الجهاز ده هنا هيدرك السويتش ان السويتش هيظن يعني ان الجهاز ده
لو سبب الفايوليشن خلاص كده هو مش متوصل عندي وانا وصلت الجهاز الايه اللي هو البرميتد بتاعي، فيقوم بحوله الباور اب. انا طبعا انا لو عملت 5 ثواني يعني 5 ثواني ممكن الجهاز يفضل متوصل فايوليتد 5 ثواني، الجهاز فايوليتد متوصل ولكن مثلا السويتش 5 ثواني الجهاز ما بعتش باكيت، السويتش هيقول ايه اه ده كده الجهاز ده لوجد اوت، يعني الجهاز كده خلاص بقاش متوصل على السويتش، يقوم عامله اب، يقوم الجهاز باعت باكيت، يقوم السويتش قال اه ده في فايوليشن شت داون، وبعد كده الجهاز ما يبعتش، وبعد كده السويتش يحصل كلابنج عندي بقى او انتربيس ريسيتس ان انا اب اند داون اب اند داون اب اند داون. بعد كده طبعا اقل انترفال عندي هنا 30 ثانيه اوكي تمام. طيب تعالوا نعمل نختبر بقى نشوف الكونفيجريشن بتاعتنا ماشيه صح ولا لا. تعالوا نعمل فاليشن، وصل تاني اها شوف كده ونروح على بي سي 2 بتاع اي بي دي جي سي بي اها. لو جيت عملت دو شو انترفيس ايثرنت ايثرنت زيرو تشوف بروتوكول از اب وانا وصلته المفترض على ايه على 0/2 تمام، مفترض يحصل كده فايوليشن اي بي دي اتش سي بي اها، المفترض يكون قفل البورت المفترض يكون قفل البورت. شو انترفيس دو شو اي بي انترفيس بريف اه ما قفلش البورت ليه بقى، دو شو ران انترفيس ايثرنت 0/2 ماك ادرس ستيكي اهو اه. طيب لو جيت عملت سويتش بورت انترفيس ايثرنت انترفيس 0/2 سويتش بورت بورت سكيورتي ماكسيمم 1 تقريبا انا حددتها يعني، دو شو ران انترفيس ايثرنت 0/2 في مشكلة هنا ما بيعملش فايوليشن اها. طب تعالوا نرجع هنا تاني بي سي 1 تمام، نعمل بينج تاني is not reachable طيب هنا لو جينا عملنا شو طيب لو جينا عملنا شو اي بي افترض هو واخد اي بي اهو تمام. طيب ما ممكن يكون في مشكله هنا في الـ في الـ طبعا الفي بي سيز يكون فيها ممكن يكون فيها عندي هنا مشكله. طيب لو انا جيت مثلا جبت راوتر ممكن اجيب راوتر واحوله عادي جدا لايه للبي سي، والفكره عندي ان انا تقريبا الفي بي سي عندي ما بيطلعش باكيتس، طبعا دي مشكله بتحصل في البي بي سيز على الجي ان اس 3 بس اني واي يعني انا اجيب راوتر 2 كده هحوله الى احوله البي سي. تعال نشوف ازاي نحول راوتر لبي سي بقى اها اوكي كونف دي اوكي نو اي بي راوتنج بعد كده انترفيس فاست ايثرنت كده حولت نو اي بي راوتنج كده حولت البي سي انترفيس فاست ايثرنت 0/0 اي بي ادرس 1.5 مثلا 255 0 نو شات كنا نعمل بينج على 192.168.1.1 اهو اهو تمام. هو عمل دلوقتي فعلا فايوليشن الراوتر اهو عمل فايوليشن. طب اوكي كلام جميل. طيب لو انا جيت فكيت اللينك ده انا فكيت اللينك ده اوكي طيب وجيت وصلته تاني بي سي 1 بي سي 1 اها واستنيت بقى على السويتش ده ايه ال 30 ثانيه اهو بص attempting to recover from PCQ violation error disable state اهو رجع تاني اهو هو رجع هنا رجع هنا تاني ممكن نعمل كده بس انا ممكن بس اتاكد انا تقريبا ما عداش 30 ثانيه يعني اعتقد اقل بكتير ريكفري انترفال
هو بالسكندز يعني، هو هنا بالسكندز وانا كتبتها 30 بس بتهيألي ما عداش 30. طيب اوامر الشو بقى عندي هنا، شو مثلا سويتش، شو انترفيس ايثرنت 0/2 اوكي، سويتش بورت، سويتش بورت لا 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 لا، شو انترفيس بورت سكيورتي بورت اه طيب شو بورت سكيورتي اه تمام، شو بورت سكيورتي انترفيس ايثرنت، ايثرنت 0/2 تمام. يقول لك هنا بورت سكيورتي انيبلد، بورت ستاتس سكيور اب، سكيور اب هو فعلا متصل على البرميتد او اوثورايزد باك ادرس، فايبريشن مود شوت داون، الماكسيمم مثلا في لانز هنا 1، توتال في لانز هنا 1، الكونفيجرد في لانز اللي انا كتبتها باي دي 0 ما كتبتش انا في لان باي دي. بيقول لك لاست سورس ادرس، ده لاست سورس ادرس، لاست باك ادرس اللي هو كان متصل واحد ومتصل على في لان 1 تمام. ممكن في مثلا ممكن اعمل هنا بورت سكيورتي ادرس في لان 1 مثلا اوكي. يقول لي مثلا انا ممكن اظهر هنا البورت سكيورتي بورتس اللي البورت سكيورتي بورتس اللي هي موجوده في فيلان 1 تمام، الماك ادرس الاوثورايزد اللي هو الستيكي اللي هو مسجله سكيور ستيكي ده الماك ادرس على بورت ايثرنت 0/2 وهكذا. طبعا لو انا عملت فايوليشن ان انا جيت وصلت مره ثانيه اها جيت وصلت هنا عايز اعمل فايوليشن ثاني وجيت وصلت هنا السويتش ده بال راوتر 2 اها تمام، جيت مثلا من الراوتر 2 عملت اي حاجه كده بينج مثلا كده يبقى السويتش سي قفل. لو جيت عملت شو بورت سكيورتي انترفيس ايثرنت 0/2 يقول لك خلي بالك السكيورتي فايوليشن كاونت 1 تمام، فايوليشن كاونت 1. طيب لو انا جيت وصلت تاني وصلته ببي سي 1 اها كده هيقعد بقى ايه فتره شويه كده عقبال المفترض ما يبقى يحصل له ريكفري اهو اهو attempting to recover from PCQ violation or disabled state اهو بقى اب اهو رجع تاني بقى اب. طيب في المحاضرة النهاردة اتكلمنا عن الـ switching design strategies، اتكلمنا بقى عن الـ models، الـ switching block، الـ core block، الـ multi-node core، الـ CAM TCAM الـ SDM templates، اتكلمنا عن content access memory، ternary content access memory، الـ SDM templates، وحلينا challenging lab 28 خدنا فيه CDB والـ LDB و lab 29 على اللي هو خدنا الـ interface counters، challenging lab 30. في حاجة برضو احب بس ايه اوضحها ان الـ collapsed core الـ design اسمه كده الـ collapsed core تمام، كولابسد كور ان انا بمنتهى البساطه عندي هنا السويتش، السويتشر ديستريبيوشن تمام، انا واصل باكسس اها تمام اهو اها وده كده وده كده وده كده وده كده تمام. ممكن اوصل بقى ايه يعني المفترض السويتش بلوك بيتوصلوا، يعني عايز اوصل تو سويتش بلوكس بوصلهم على الكور تمام، لكن انا ممكن اوصل تو سويتش بلوك كده، يعني ده سويتش برضو ديستريبيوشن فوقيه برضو الاكسس اوكي اها واوصل ممكن هنا اهو ده كده وده كده وده كده تمام، وممكن اوصلهم ببعض كده ده بيسمى الكلابسد كور. ان انا هنا ما عنديش كور، ما عنديش طبق، ما عنديش الكور لاير تمام، ده ديستريبيوشن بالديستريبيوشن وده الاكسس وده الاكسس اوكي. فده طبعا برضو ايه يعني كده ايه برضو ديزاين برضو زياده كده. انا يعتبر خلصت، اتمنى تكون المحاضره عجبتكم، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.